المهم النهاردة زي ما قلت لكم هنتكلم عن الجزء بتاع الجزء بتاع ان احنا في المجال ولسه هنستارت، او احنا في نص المجال والمفروض عايزين نكمل بس مش عارفين ناخد اني واي، او احنا معانا اوبجكتيف معينة ومش عارفين نحققها ازاي او نوصل لها ازاي في جوه المجال. كتير من الناس بتخش في المجال بشكل غلط، بدايتها مع المجال بتبقى داخلة في واي مختلف، بيبتدي ياخد انفورميشن او بياخد معلومات من كل حتة شوية، والمعلومات اللي بياخدها دي بتكون فيها غلط، فيها اخطاء، سواء على مستوى المعلومة نفسها، هل هي المعلومة نفسها صح ولا لا ولا غلط، وفي نفس الوقت مش بيبقى عارف هل المعلومة دي يحطها في أنهي جزء بالظبط. يعني أنا دلوقتي أحط المعلومة دي في أنهي جزء؟ هل أنا المفروض أحطها في جزء الديجيتال؟ دي معلومة تبع الديجيتال. طب أنا أوكي المعلومة دي في الديجيتال ماركتينج، طب هل الديجيتال ماركتينج ده أو المعلومة اللي أنا خدتها دي ليها علاقة بالكونتنت؟ أه ليها علاقة. طب الكونتنت ازاي وهي ليها شغل في الاي سي او؟ طب انا لما هشتغلها في الاي سي او، او المعلومه اللي انا خدتها دي او التركه اللي عرفتها او المقاله اللي قريتها لما هي ليها علاقه بالاي سي او وليها علاقه بال وليها علاقه بال بال بالجزء بتاع مثلا جوجل ايد، طب ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ طب انا دلوقتي لو انا دخلت المجال بس انا مش عايز ابتدي في الاعلانات، بس انا وجودي في الاعلانات او ان انا بشتغل في الاعلانات شيء مش بالنسبه لي كويس، انا مش حابب ان انا اكون ببتدي في الاعلانات، او ان انا وجودي في الاعلانات بخاف ان انا يحصل عندي دروب ومعرفش اعمل الاعلان للكلاينت، او معرفش ان انا اشتغل على الاعلان ويطلع النتائج مش احسن حاجه، او تطلع النتائج بالنسبه لي مش كويسه. طب انت لو النتائج معاك طلعت مش كويسه اعمل ايه؟ لو انا النتائج بتاعتي مش احسن حاجه المفروض اعمل ايه؟ وابتدي بقى يخش في مناقشات كتير، وبيبتدي يخش في حوارات مع نفسه، اللي هو انا لو انا دخلت في الحوارات دي كلها، طب انا فهمت ايه؟ طب انا اتلخبطت، طب انا المفروض كده ماشي صح ولا غلط؟ طب انا لو انا ماشي صح هل المفروض اكمل ازاي؟ ده كله حرفيا بيحصل في عقلية الشخص اللي بيبقى داخل المجال وعنده مشكلة، اللي هو طب انا خلاص انا دخلت المجال وفهمت ان انا هبتدي اشتغل في جزء الماركتنج، هبتدي اشتغل في جزء الكونتنت، طب انا لو هشتغل في جزء الكونتنت المفروض ان انا جزء الكونتنت ده ايه اللي يحصل فيه؟ هل انا ماشي صح بكتب كونتنت والمفروض ان انا اكتب توبيك واطلع من التوبيك؟ طب انا بقيت حد كويس جدا جدا في الكونتنت وبعرف اكتب كونتنت والدنيا بالنسبه لي تمام، طب هل انا هقف هنا ولا هكمل؟ انا هقف هنا ولا هكمل؟ هل انا ماشي بشكل مظبوط والدنيا معايا ماشيه بشكل مظبوط، ولا انا لا المفروض اكمل واعلم نفسي حاجه تانية؟ كتير جدا من الاسئله اللي بتدور في دماغ الشخص اللي داخل المجال وهو مش عارف هل هو داخل صح ولا داخل غلط. طب هل دخلته دي هي الشكل المظبوط ولا لا انا المفروض كنت اتعلم حاجه الاول وبعد كده ابتدي ادخل المجال؟ طب هل انا المفروض ادرس ولا اول ما ادرس وابتدي اعرف الاساسيات بتاعتي وابتدي اشوف ان انا يعني شغال بشكل مظبوط والدنيا بالنسبه لي احسن حاجه وما الى ذلك، ابتدي بقى ادور على تريننج ولا بلاش ادور على تريننج؟ انا المفروض ان انا انزل في شركه اشتغل على طول. طب انا لو اشتغلت في شركه يعني شغلي في شركه ده هل هيبقى شيء كويس، ولا انا ادور على مثلا مجموعه فريلانسر والمفروض الفريلانسر دول اشتغل معاهم؟ يعني كميه من الاسئله والتداخل والتغالط، غير بقى لو كمان حصل معاه ايه اللي هو جات له فرصه وانا مش عارف ادخل الفرصه دي واجرب، ولا انا خايف ادخلها وما اجربش. اسئله كتير جدا 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 بتوصل، وسواء عن طريق الشخص اللي جاي
يسالني، او الناس اللي بتكون داخله المجال وهي بالنسبه لها الدنيا، لا هي الدنيا داخله في بعضها مش عارف يعمل ايه. فخلينا كده نقول الاجزاء كده على جنب ونشوف الموضوع ممكن يمشي ازاي. مبدئيا كده انت لازم ترتب المجال نفسه بالنسبه لك. المجال نفسه بالنسبه لك رايح فين؟ هل المجال ده متفرع ولا داخل في لاين واحده؟ انا مثلا بشتغل شغلانه في الماركتنج، فهو الماركتنج ملوش تفرعات، لا هو حرفيا حاليا كل المجالات بلا استثناء فيها تفرعات. يعني لو انت شغال في الجزء بتاع الـ مثلا السوفت وير وشغل الانجنييرنج از تكنولوجي، فانت هتلاقي عندك مثلا جزء بيتكلم في هيلب ديسك، جزء تاني لاين بيتكلم في حاجه اسمها مثلا سايبر سيكيورتي، لاين تالت تلاقيه بيتكلم في لا ده دول بتوع اي تي، حد تالت يقول لك لا انا بتكلم ما بشتغلش سوفت وير انا بشتغل هارد وير. فانا موضوع، فهتلاقي في تشعبات. طب لو انت مثلا في مجال زي الماركتنج او مجال الاتش ار مثلا، في الاتش ار لا انت ممكن تلاقي عندك حاجات مختلفه في شغل الاتش ار، زي ناس شغاله ريكروتمنت بس، ناس تانيه شغاله اللي هو ايفالويشن ومرتبات ومش عارف ايه والحاجات دي، وممكن تلاقي ناس شغاله كله مع بعض. فانت لو في الماركتنج وشايف نفسك لا انا هسيب المجال ده او هسيب مجال الماركتنج علشان ابتدي ادخل مجال تاني وما احسش باللخبطه دي، فانت لا هتلاقي نفسك برضو بتتلخبط، لان كل المجالات متشعبه. الاصل في الموضوع ان انت تفهم الماب بتاعت المجال ازاي، وغير الماب تكون حاطط لنفسك التقييم الصح، ايه اللي انت عارفه وايه اللي انت مش عارفه، ايه اللي انت عارفه وايه اللي انت مش عارفه. في حاجات انا عارفها وفي حاجات انا مش عارفها، يعني انا في حاجات عارفها وفي حاجات انا ما اعرفهاش. طب الحاجات اللي انت مش عارفها دي هتعرفها منين؟ هتعرف منين الحاجات دي فعلا انت مش عارفها، والحاجات اللي انت اوريدي الحاجات اللي انت اوريدي عارفها ازاي تقدر تقيمها بشكل مظبوط وتحطها في مكانها الصح. طيب خلينا كده نقول ان انت لو انت هتشتغل في مجال الماركتنج، فانت لازم تتعلم الماركتنج اساسا، لازم تتعلم ايه الماركتنج، يعني انت لازم تكون فاهم الماركتنج بيروح فين. يعني انا دلوقتي لو هشتغل في الماركتنج، فانا المفروض هتعلم اساسيات الماركتنج، المفروض هتعلم اساسيات الماركتنج، تمام. طب اساسيات التسويق دي لو انا في اي جزء او في اي مجال، مثلا لو انا بتاع كونتنت، فهل لازم ان انا اعرف لو انا بتاع كونتنت اعرف اساسيات التسويق؟ اه لازم تعرف اساسيات التسويق. ليه؟ اساسيات التسويق كده يعني من الاخر هي اللي بيطلع منها الجزء بتاع التنفيذ، بيطلع منها الجزء بتاع التنفيذ. يعني مثلا انت دلوقتي هتنفذ الكونتنت، الكونتنت ده المفروض ان هو مبني على بلان كبيره، المفروض ان الشركه عايزه توصل رساله معينه للعملاء. طب الرساله دي جايه منين؟ جايه من الماركتنج اصلا. فعشان تفهم دورك بشكل كويس لازم تكون فاهم الاساسيات، حتى لو انت هتشتغل بس كونتنت ودي طريقتك، انت هتشتغل ميديا بينج بس ودي طريقتك. لا احنا حتى لما بنتعلم الماركتنج وبنبقى فاهمين ماركتنج بشكل كبير، مش هقول بشكل كامل لان المجال فيه حاجات كتير جدا، بنبتدي نتعلم اساسيات اداره، نبتدي نطلع ناخد ام بي اي، نبتدي نطلع ناخد حاجات تانية. فانت لا المجال كبير، فانت اساسيات التسويق مهمه بالنسبه لك شئت ام ابيت، انت لازم تكون عارف اساسيات التسويق. طب اساسيات التسويق دي اللي هي مثلا ممكن تكون ايه؟ يعني انا دلوقتي لو انا هذاكر اساسيات التسويق، ايه اللي ممكن، يعني ايه اساسيات التسويق؟ اساسيات التسويق دي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، وقلنا ان انت وخدنا فيها لاين كبير جدا جدا، اللي هي زي هناخد منها مثلا دراسه ايه المنافسين، مثلا دراسه العملاء، دراسة السوق نفسه، السوق بشكل كبير، انت ازاي تدرس العملاء، غير ودراسة المنافسين بيتشعب منها اجزاء تانية وبتشعب منها شغل تاني بيطلع ليك، زي مثلا التسعير، تمام التسعير. فانت من غير ما تدخل نفسك في الدايرة الكبيرة دي انت لازم تتعلم اساسيات التسويق. احنا هنا بقول لك انت المفروض تتعلم ايه اكتر من انك المفروض ان انت
تعرف المين توبيك نفسه او تعرف يعني ايه اساسيات التسويق. انا بس عايز اقول لك الحاجات اللي انت المفروض تتعلمها ولو انت في خطوه معينه، وهقول لك البروسيس كمان. طب ايه تاني غير اساسيات التسويق؟ تعالى كده نقول مثلا لو ده الكارير، طب الكارير كده تعالى كده ناخد الكارير ده المفروض جواه ايه. انت لو دلوقتي بتشتغل ماركتنج، لو انت بتشتغل ماركتنج فانت عندك في حاجتين مهمين جدا جدا اساسيين بيدخل جوه مجال الماركتنج: الاوفلاين اللي احنا بنقول عليه تراديشنال ماركتنج في بعض الاحيان اوفلاين، وعندك اللي هو ايه الاونلاين. تمام، عندك الاونلاين. طيب الجزء بتاع الاونلاين والجزء الاوفلاين ده المراحل بتاعه الامبلمنتيشن، مراحل التنفيذ. طيب تعالى كده نشوف حاجة تانية. لو انت جوه الاوفلاين فانت بتشتغل على كل حاجة ليها علاقة بالماركتينج، كل حاجة ليها علاقة بالماركتينج هي اوفلاين. يعني مثلا لو انت بتكتب كونتنت فانت هتكتب على بورد، هتكتب على بانر، هتكتب على رول اب. طب انت شغال اونلاين، تمام، لا انت هتشتغل على حاجة اونلاين، او هتكتب كونتنت اونلاين، او هتعمل اعلان كاونلاين، او هتشتغل ايميل ماركتنج كادفرتايزنج او توبيك بس اونلاين. تمام، فشغلك كاونلاين هو هو بيساوي الناحيه الثانيه شغل الاوفلاين، لكن هي امبلمنتيشن تولز، تنفيذ، طرق تنفيذ. انا بنفذ، انا دلوقتي عايز اعمل اعلان، هو اساسيات الاعلان راجعه، اساسيات الاعلان لو انت هتنفذ كاونلاين راجعه لاساسيات ايه الماركتنج. طب عندك مثلا الاونلاين، جوه الاونلاين في ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي الاونلاين، فانت عندك جوه الاونلاين الجزء بتاع الديجيتال. تمام، الديجيتال ماركتنج. طب الديجيتال ده او الديجيتال ماركتنج المفروض كديجيتال ماركتنج كشغلك بقى على الديجيتال ماركتنج بيتضمن ايه، وايه الفرق ما بين ان انا موجود جوه الديجيتال وما بين ان انا موجود جوه السوشيال ميديا. يعني انا دلوقتي احنا بنبتدي نفصص كده المجال، بنشوف احنا في المجال عاملين ازاي. طب بص خلينا كده اقول لك ان الجزء بتاع السوشيال ميديا او الديجيتال هو بيدخل جواه، بيدخل جوه الديجيتال ماركتنج السوشيال ميديا. الديجيتال ماركتنج احنا هنا بنتكلم في كل حاجه، بنتكلم في كل حاجه ليها علاقه في الديجيتال ماركتنج، كل حاجه ليها علاقه بالاونلاين ادفرتايزنج او الاونلاين كونتنت او الاونلاين ماركتنج. يعني مثلا انا هنا لو جيت في الديجيتال وقلت ان انا بشتغل على جوجل اد فانا بتكلم صح، انا كده بتتكلم كديجيتال ماركتنج. طب لو جيت وانا شغال على جوجل اد وقلت ان انا بشتغل از سوشيال ميديا، تمام، ينفع؟ اه ينفع. إيه لا ما ينفعش، ما ينفعش ان انت تشتغل على جوجل اد تقول انا كده شغال سوشيال ميديا، انت كده مش شغال سوشيال ميديا، انت كده شغال ديجيتال ماركتنج، انت كده شغال ديجيتال ماركتنج. طيب تعالى بقى نعكس الموضوع، لو انا شغال على السوشيال ميديا، لو انا كده احنا بنقسم المجال، يعني ايه سوشيال ميديا، يعني ايه ديجيتال، يعني ايه اوفلاين، يعني ايه ماركتنج. طيب السوشيال ميديا لو انا شغال على السوشيال ميديا وجيت بقول ان انا شغال على فيسبوك، اه فانت كده صح، لان اي حاجه السوشيال ميديا تعرفها، اي حاجه او اي بلاتفورم، اي بلاتفورم هي فيها شات، فيها شات، انا ببعت لك مسج وانت بتبعت لي مسج، بتكونكت از شات، لان هي سوشيال، حاجه ما بينك وما بين حاجه، ما بينك وما بين كلاينت، ما بينك وبين فريندز، ما بينك وبين الفاميلي بتاعتك، ما بينك وبين اي حد، فانت بتتشات معاه، بتشارك حياتك الاجتماعيه معاه. تمام، ده تعريف السوشيال، انت حياه اجتماعيه لكن ايه ليها علاقه بالاونلاين. تمام، او ليها علاقه بالميديا، فانت بتبقى بالسوشيال الميديا نفسها. فالسوشيال ميديا عشان بقى نفصص كده تبقى انت فاهم الاجزاء دي، وبعد كده تبتدي تقيم نفسك انت فين من الماب دي. والله انا دلوقتي فاهم ماركتنج، لا انا مش فاهم ماركتنج، خلاص يبقى انت عندك هنا مشكله، انت لازم تشوف ايه جزء الماركتنج، لان انت هنا بادئ من نص الطريق. طب تعالى مثلا لو احنا زي ما احنا هنا بنتكلم في الخريطه، انا دلوقتي بتكلم على جزء الماركتنج، وجيت انا رحت داخل في النص كده ورحت متعلم ازاي اشتغل على جوجل اد. لو انا جيت هنا وقلت والله انا متعلم ازاي اشتغل على جوجل اد او ازاي اكتب كونتنت، طب حضرتك انت في حاجات فاتتك في الماب بتاعتك ناقصه، انت مش فاهم اساسيات الماركتنج ودخلت
اتعلمت جزء معين، طب انت هنا بقى هتعوز تكمل. انا فاهم ديجيتال، طيب انا وانا فاهم الديجيتال المفروض، وانا بكمل المفروض وانا فاهم الديجيتال برضه وانا بكمل ارجع اذاكر اساسيات التسويق، ولا اكمل ولو انا متخصص في جزء معين في الديجيتال، لو انا بتاع اي سي او مثلا، فانا لازم انا عايز اتعلم كونتنت عشان اكمل نفسي، وعايز اتعلم بعد كده اكمل ميديا باينج عشان ابني تراكنج سيستم واكمل بقى. طب ما انت في حاجات فايتاك ليه؟ لان انت دخلت الطريق غلط. طيب انا لو انا عملت دخلت غلط حل ايه؟ هقول لك دلوقتي هتعمل ايه. طيب خلاص، فاحنا هنا عرفنا انت بتتكلم سوشيال ميديا، فانت بتتكلم في اي حاجه فيها شات، بلاتفورمز فيسبوك انستجرام، اي حاجه ليها علاقه بالشات. الديجيتال انت بتتكلم عن اي حاجه او اي امبلمنتيشن واي، احنا خلينا فاهمين ان احنا بنشتغل ديجيتال ماركتنج كامبلمنتيشن على شغل التسويق. يعني انا لو جيت عملت اعلان وقلت ان انا في الاعلان ده عايز اعمل براند اويرنس، تمام؟ فالبراند اويرنس دي لو لقيتها او عملت عليها سيرش هتلاقيها اصلا راجعه من الماركتنج، من السيلز فانل، وراجعه بقى من اساسيات الماركتنج. انت لازم الكلاينت يكون عارف بيك وتقدر توصل له مسج معينه عشان يقدر يشتري منك بعد كده، وتحوله لمرحله الكونفرزيشن الكونفرجن. طب الكونفرجن جاي منين؟ جاي من ان انا بعمل برضو بروموشن، او ببتدي ارجع للجزء بتاع ان انا بعمل له اعلان. طب الاعلان ده جاي منين؟ فكره الاعلان او البروموشن جايه من الماركتنج ميكس. طب الماركتنج ميكس دي فين بقى؟ في الماركتنج. فانت لازم تكون فاهم ماركتنج عشان تقدر تخش مجال الديجيتال ماركتنج، عشان لو هتشتغل على جزء السوشيال ميديا او هتشتغل على اي تخصص انت محتاج تتخصص فيه. طب دلوقتي انا خلاص عارف الديجيتال والاونلاين والاوفلاين. طب جزء الاوفلاين، جزء الاوفلاين بيعتمد على ان انت بتعمل كل حاجه ممكن تعملها في الماركتنج لكن اوف لاين. فور اكزامبل، مثلا انا دلوقتي محتاج اعمل براند اويرنس عن منتج، لو انا هعمله اونلاين فانا هعمل كامبين ادز سواء فيسبوك او انستجرام او تيك توك او اي بلاتفورم، والاوبجيكتيف بتاعتها براند اويرنس. طب لو انا هشتغلها اوف لاين، لا انا ممكن لو انا مثلا شغال في مجال مثلا المفروشات فور اكزامبل مثلا، فانا هروح اعمل بانر ومثلا في اي مول بتاع عرايس، والبانر ده هيكون بيعرف الناس بالمنتج بتاعي. طيب لو انا مثلا ببيع ماسكات، ببيع ماسك، فانا الماسك ده نازل جديد والناس لسه مش عارفاه، هطلعه زي هدية او كادو مع منتجات تانية الناس بتشتريها، زي مثلا سوبس او اي حاجة ليها علاقة باستخدام الناس، فخلاص الناس هتاخد هدية، فهتبتدي تاخد اويرنس، تفهم المنتج، تعرف بتاع ايه، بعد كده تبتدي كونفرجن عليه وتشتريه. فهنا لو انت هتشتغل اوفلاين فانت بتتعامل مع امبلمنتيشن بتنفذ، لكن تنفيذك ده ريليتد ليه علاقة بالاونلاين او بالاوفلاين، تمام؟ ده الجزء بتاع الايه الماب نفسها. طب الماب نفسها هنا بقى انت بتبني تخصصات، عندك في تخصصات انت بتبنيها، انت عندك بتيجي تقول والله طب انا اتخصص في ايه. هو بص، اتخصص في ايه دي حاليا انت لو انت شغال كونتنت فانت، او هتتخصص، شايف ان انت هتتخصص في الكونتنت، فانت اعرف ان انت قدام شوية هتعوز تكمل وتفهم اي سي او. طب لو انت شغال اي سي او هتعوز تكمل بعدين وتفهم جوجل اد. طب لو انت شغال جوجل اد هتعوز تكمل بعد كده وتفهم فيسبوك ادفرتايزنج، وتفهم انستجرام ادفرتايزنج، وتفهم كل البلاتفورم بتاعت الادز، علشان لما تفهم طبيعه ايه البلاتفورم. طب انت فهمت ده هتحتاج تكمل شغلك اورجانيك، فهترجع تاني تفهم اي سي او. فعايز اقول لك على نقطه معينه، ان السيركل بتاعت السوشيال ميديا او الديجيتال ماركتنج بشكل عام والتخصصات بتاعتها هي مكمله لبعضها، مكمله لبعضها. طيب انت دلوقتي كتخصصات، احنا عندنا تخصصات كتير جدا منحصرة ما بين الكونتنت وما بين الادز وما بين الاي سي او وما الى ذلك، لان ناس كتير بتكون ناس كتير بتكون متفاهمه ان ده الشائع او ده اللي موجود بشكل كبير. طب انت عندك في الكونت عندك الادز، تمام، في تخصص في الادز. طب هل انا بقى لو انا فهمت ماركتنج او بيزكس اوف ماركتنج وبعد كده رحت فهمت
الاعلانات. اه انا هقدر بفهم من خلال الماركتنج ان انا اطبق طبيعه اللي انا فاهمه في الماركتنج على الاعلانات عشان ادخل في مرحله البروموشن. طب انا مثلا لو بشتغل في حته معينه ليها علاقه بالاي سي او، فانت فاهم ازاي تدرس المنافسين بشكل كويس، ازاي تدرس الكاستمر بيهيفير بتاعتك وتحدد لهم البيرسونا بتاعتهم عشان تقدر ان انت تترجتهم وتفهم السايكولوجي بتاعت طبيعه الناس وازاي الناس دي تقدر ان هي تفكر والكلام ده كله. طب انا دلوقتي مثلا المفروض ان انا شغال مثلا على الجزء مثلا بتاع مثلا الجزء بتاع الايميل ماركتنج، فانت في الايميل ماركتنج محتاج ان انت تفهم ازاي تتعامل بي تو بي، لان الايميل ماركتنج انت بترسل لناس محترفه، بترسل لناس كبيره، ناس شغل ليه علاقه اكتر بالبي تو بي، فانت محتاج تفهم ازاي تعمل ده باساسيات الماركتنج، فانت كله راجع للماركتنج. طب الاونلاين والديجيتال هو امبلمنتيشن اللي انت فاهمه في الماركتنج. طب انا لو دلوقتي محتاج ادرس بقى الكلام ده وادخل بقى جوه الدايره دي وابتدي افهم الخطوات بتاعتي هتكون عامله ازاي، تمام؟ يعني انا الخطوات بتاعتي هتكون عامله ازاي عشان ابتدي بقى ايه اجمع الحاجات دي وابتدي ادرس الكلام ده والنقط دي. والله احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده في نقطه مهمه جدا، النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها دي هي ليها علاقه بالتايم مانجمنت شويه وليها علاقه بازاي انت تقدر تقدر ده، ازاي تقدر تقدر ده. مبدئيا كده انت محتاج اول حاجه تعملها تفهم انت بتعرف تعمل ايه، انت بتعرف تعمل ايه. يعني انت انا بعرف اكتب كونتنت، طب نسبه معرفتك لكتابه الكونتنت قد ايه؟ يعني انت بتعرف تكتب كونتنت، اوكي حلو جدا. طيب كتابتك للكونتنت ده هل انت مقفل السايكل كلها؟ انت بالنسبه لك السايكل كلها متقفله وفاهم الموضوع بشكل كبير وعارف يعني ايه كونتنت ديستريبيوشنز مثلا، وعارف يعني ايه الكونتنت بلان والكونتنت استراتيجي والكلام ده كله انت عارفه وبالنسبه لك الكلام ده كله فاهمه، ولا بس جاست انت بتعرف تكتب التوبيك؟ لا انا فاهم والله كل حاجه خلاص. يبقى انت محتاج تروح المرحله اللي بعدها او تقيم نفسك تفهم انت بتعرف تعمل ايه، لان كتير من الناس بتبقى محتاجه ان هي انا محتاج اوصل، محتاج ابقى حد مش عارف، هو مش عارف هو بيعمل ايه. يعني انت مش عارف انت مدى فهمك رايح فين، تمام؟ مدى فهمك رايح فين، وبناء عليه تبتدي من هنا تتحرك، وبناء عليه تبتدي ايه تتحرك. طب بتبتدي تتحرك ازاي؟ بتبتدي ترسم لنفسك البلان بتاعتك. انا واحد تعالى كده مثلا نرسم ايه مثلا بلان لحد ونتخيل ايه الطبيعه بتاعته ممكن تكون عامله ازاي، او هو بيمشي ماشي ازاي في الشغل بتاعه. انا دلوقتي تعالى كده نقول انا حد بتاع كونتنت، تمام حلو جدا. طب انا حد بتاع كونتنت فاهم كل حاجه في الكونتنت؟ انا فاهم كل حاجه في الكونتنت وبقدر ان فاهم كل حاجه غير دارس كل حاجه. انت دارس كل حاجه، انت ممكن تدرس حاجات كتير جدا وما تبقاش فاهم منها حاجه، غير انت لا انا بعرف وبقدر اطبق وبقدر انفذ وبقدر اعمل حاجات كتير. طب حلو جدا. طب انت دلوقتي فاهم الكونتنت خلاص، ايه تاني انت محتاجه عشان تبتدي تمبروف نفسك لقدام؟ طيب قبل ما احط بقى الخطوه دي انا لازم احط حاجه اسمها اوبجكتيف، والاوبجكتيف دي لازم أن تكون انت فاهم انت بتعمل ده ليه. انا والله المفروض ان انا عايز اكون مثلا في 2025 فاتح البيزنس بتاعي كماركتنج ايجنسي، او اكون مدير في شركه كبيره وماسك لاين ببتدي ان انا اسوقه، او ان انا بعد الفتره دي هبتدي اشتغل ان انا اشوف منتج وابتدي ان انا اعمل له السيركل بتاعت الماركتنج كلها وابتدي ابني تيم وابتدي اشتغل. انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز توصل لايه؟ انت دلوقتي بتعرف تعمل كونتنت او تمام. طب هل انت بقى عندك اوبجكتيف قدام؟ اوبجكتيف. طب حلو، الاوبجكتيف ده مثلا اللي هو ايه؟ ان انا مثلا اشتغل ماركتنج مانجر، تمام. طب حلو، ماركتنج مانجر دي نبتدي بقى نعمل ايه بقى؟ نشوف بتاع الماركتنج مانجر ده الناس عايزاه ليه؟ يعني السوق دلوقتي محتاج ماركتنج مانجر، ده الاوبجكتيف بتاعتك. طب انا لو رحت قدمت الناس دي هتكون محتاجه كواليفيكيشنز ايه وسكيلز ايه وطبيعه فهم ايه وسيرتيفيكيت ايه
وخبرات في ايه والكلام ده كله. انا ممكن اكون محتاج ماركتنج مانجر بس مش بالضروره ان هو يكون فاهم ميديا باينج. طب انا ممكن احتاج مثلا، احنا محتاجين ماركتنج مانجر بس ما ينفعش كل الشركات طالبه، كل الشركات طالبه ان الماركتنج مانجر ده لازم يكون عارف انجلش بشكل بيرفكت بنسبه مثلا 70 80%. طب يبقى انت كده ممكن تقعد تفحت نفسك بقى في المجال كتير وانت بالانجلش بتاعك مش احسن حاجه، تيجي في الاخر تلاقي الناس مش ده اللي طالباه، يتلاقي السوق عايز اصلا حاجه ملهاش علاقه باللي انت عايزه، ملهاش علاقه انت بتعمله، تمام؟ فانت هنا بقى هتعمل ايه؟ هتيجي تاخد ستيب كده معينه عشان تظبط الاوبجكتيف بتاعتك. تظبط ايه الاوبجكتيف بتاعتك؟ عشان تعمل الاوبجكتيف بتاعتك انت محتاج، هنقول لو دي الاوبجكتيف بتاعتك، انت محتاج الاول تشوف الماركت نفسه محتاج ايه؟ الماركت نفسه محتاج ايه؟ طب انا عشان اشوف الماركت محتاج ايه دي المفروض اعمل ايه؟ انا عشان اشوف الماركت محتاج دي ما اسالش حد، اروح ادور بنفسي، لان انا اللي حطيت الاوبجكتيف وانا اللي عايز اوصل للاوبجكتيف دي في الفتره دي. طب انت دلوقتي عايز توصل لده في 2025، خلينا نحط كده الارقام ونشوف الدنيا فيها ايه. طيب انا دلوقتي عايز ابقى ماركتنج مانجر، طب والله السوق طالب سكيلز معينه، السوق طالب ايه سكيلز معينه؟ السكيلز دي هتكون ايه؟ هتكون مثلا انجلش مثلا، انت محتاج يكون معاك انجلش كويس، محتاج يكون انت فاهم ماركتنج ومعاك مثلا سيرتيفيكيت مثلا ام بي اي مثلا، تمام؟ على فكره مش كل الشركات بتطلب ده، احنا بنفترض على حسب ان في شركه معينه انت محتاج تروحها، تمام؟ او في كاتيجري معين انت محتاج تخش جواه. طب هنعمل ده ازاي؟ هتدخل على وظف، تمام؟ هتدخل على لينكد ان، هتدخل على مواقع التوظيف وتشوف كل الناس اللي طالبه وظيفه في الموضوع ده، ووظيفه في الاوبجكتيف بتاعتك دي، او الناس اللي محتاجه توصل للاوبجكتيف ده هم طالبين ايه؟ والله عايزين ان هم يكون معاه انجلش زي ما قلنا، ويكون ان هو معاه شهاده، ويكون خبره 6 سنين على الاقل، مفيش حد طالب اقل من 6 سنين. طب انا دلوقتي احنا في 2021، عشان اتعين في 2025 فدي حاجه مش طبيعيه، لان الماركت نفسه عايز على الاقل يكون عنده 6 7 سنين، كل الناس 7 8 10 7 8 10 15. طب انا دلوقتي بعد 6 سنين، بعد 5 سنين هروح اقول لهم ان انا محتاج اتعين والماركت طالب اقل من ايه؟ يعني طالب حد يكون خبره في المجال في وانا اصلا هتكون يا دوبك انا لسه فاتح، احنا في 2022، يعني هاخد 22 و23 و24 و25، يعني هيكون عندي خبره 4 سنين، فمش هينفع. فانت محتاج تمسك ورقه وقلم وتبني الكلام ده، تحط الارقام كده قدامك. طب هو محتاجين ماركتنج يكون معاه فاهم ماركتنج وفاهم اساسيات الماركتنج، طب لما هو فاهم اساسيات الماركتنج محتاج ايه تاني علشان يكون فاهم غير اساسيات الماركتنج؟ لا والله هو محتاج ان هو غير ان يكون فاهم اساسيات الماركتنج فاهم انجلش كويس. طب انا عندي مصيبه في الانجليزي، انا مش فاهم حاجه، وفعلا الناس بتيجي تقول لي احنا مش كويسين خالص في الانجليزي، احنا محتاجين حاجه نذاكرها بالعربي عشان نفهم ماركتنج. ده دي حاجه انا لحد دلوقتي مش مقتنع بيها، لان انت في اكسبريشنز وفي مصطلحات كده ومعلومات عشان تعربها الموضوع بيكون صعب، وبتوصل لك المفهوم، بيوصل لك المفهوم غلط. حتى في بعض الاحيان بنقرا الانجليش واحنا بنذاكر حاجه بنحاول نعيدها مره واثنين وثلاثه عشان ما نبقاش بناخد المعلومه بالباك جراوند بتاعت الانجليش نفسها، احنا بناخد الباك جراوند بتاعت السوق نفسه وبتاعت المعلومه نفسها جوه المجال، لان احيانا بنقرا مثلا كتاب او مقال او حاجه عن الماركتينج، او بنقرا مثلا رساله علميه او اي حاجه ليها علاقه بالمانجمنت عموما، وبنفهم بمفهوم الانجليزي مش بنفهم بمفهوم الماركتنج او البيزنس نفسه. فانت محتاج تسيرتيفيكيت نفسك وتابديت من نفسك. فانت هنا عندك بلان على جنب اسمها انجليش، عندك بلان على جنب اسمها ماركتنج ان انت محتاج تبني نفسك فيها، وعندك بلان على جنب ان انت محتاج تكون ملم بالجوانب بتاعت الديجيتال، لان كل الشركات ده كل الشركات محتاجين يكون ان هو عنده باك جراوند في الديجيتال ماركتنج وازاي يقدر يعمل ده. طب ماشي، يبقى انا كده عندي كمان الديجيتال. بص هتلاقي ان الارقام والسيرش اللي انت بتطلعه
ملوش علاقه بالاوبجكتيف اللي انت حطيتها اصلا. انت هتقدر تعمل كل ده في 4 سنين؟ ممكن تقدر وممكن لا. تمام. وفي الغالب الناس ما اعتقدش ان هو هيكون يقدر يعمل ده، مع ان هو محتاج يبص بقى على الناحيه الثانيه، الحياه العمليه، لا هو محتاج يشتغل عشان يجيب فلوس. تمام. مش هيقعد بقى يفضي نفسه ان هو يعمل كل ده. انا مش بصعبها عليك، انا بحاول اقول لك تبني الفكره ازاي، تعمل ده ازاي. تمام. طب انا دلوقتي محتاج ايه؟ اكون فاهم الجزء بتاع الايه، الديجيتال ماركتنج. تمام. طب غير الديجيتال انا محتاج ايه تاني؟ قلنا ان هو محتاج سكيلز معينه، ان هو يكون بيعرف يتعامل مع التيم، يقدر ان هو يمانج تيم، يقدر ان هو يمبروف نفسه، يكون حقق نجاحات قبل كده. طب كده انت عندك حاجات محتاج تظبطها. طب هتعمل ده ازاي بقى؟ تبتدي تقسم الكلام ده، تقسم الكلام ده على اللي جاي. انا قدام هعمل ايه؟ انا هنا كديجيتال انا عندي فيه 4 5 تخصصات، انا محتاج ايه اكون فاهمهم كويس واقدر اطبق فيهم واقدر ادير نفسي فيهم. عندي ان انا عايز اذاكر الماركتنج، عندي ان انا محتاج اعلي السكيلز بتاعتي، وعندي ان انا المفروض اظبط الانجليش بتاعي. طب انا ده بقى هعمله ازاي؟ بتبتدي تقسم الكلام ده على ان انت تشتغله يا بالتوالي يا بالتوازي. يعني انا ممكن اقدر ان انا اذاكر انجليش وامارسه واظبطه مع ان انا اذاكر الماركتنج والبيزكس اوف ماركتنج بشكل كامل، وفي نفس الوقت هاخد فتره مثلا كل سنه ابديت في نفسي في تخصص معين. انا دلوقتي في الكونتنت كويس، فانا السنه الجايه بشكل كامل هاخدها كلها ان انا هحصر نفسي في الميديا بينج بشكل كبير عشان اقدر افهم البلاتفورمز، مع ان انا ابديت نفسي في الكونتنت، مع ان انا ابديت نفسي في ايه؟ في جزء الكونتنت. طيب انت خلاص فهمت ده؟ طب هتيجي تقول لي انا ازاي هعمل كل ده وانا محتاج، انا محتاج فلوس، انا هعمل كل ده ازاي؟ تمام. يعني انا هعمل ده كله ازاي وانا المفروض عشان اذاكر ده كله واعمل ده كله المفروض ان انا عندي مشكلة. انت عندك في حاجة اسمها سيلف ستادي. تمام. انت عندك السيلف ستادي، انت محتاج تظبط امورك على حسب انت، على حسب انت وضعك عامل ازاي. مش لازم تروح الاي او سي وتاخد فيها سيرتيفيكيت في الماركتنج، ومش محتاج ان انت يعني تعمل دبلومه في الجامعه اللي مش عارف ايه. انت مش محتاج تعمل كل ده. انت مش محتاج، انت محتاج ان انت تكون حد فاهم وحد بيعمل امبلمنتيشن. احنا من الايجابيات بتاعت من ايجابيات بتاعت المجال انه استراتيجيك اكتر من انه اكاديميك. يعني انت لو بتعرف وفاهم وتقدر تطلع شركه من مأزق، او تطلع كامبين بنتائج كويسه، وانت فاهم التكنيكس وفاهم جوه الدنيا فيها ايه، فانت حد بيرفكت، حد كويس. فانت عندك سيلف ستادي. عندك جزء تاني، المدير بتاعك، او لو انت شغال في شركه، المدير بتاعك ده بالنسبه لك المفروض يكون كنز. انت تبتدي تسحب منه حتى لو هو ما بيطلعش معلومه، لازم انت اللي تقول له انا عايز افهم ده، انا عايز اعرف ده، انا عايز اتعلم ده، عايز وما الى ذلك. هو هيلاقيك كده هيبتدي يعلمك. واعرف ناس طلعت في المجال كويسين جدا جدا، بس لانهم اتعلموا من مديرينهم. بس احنا بنلاقي هنا ناس، او بنلاقي في بعض الشركات ناس هي متوظفه عشان تخلص التاسك وشكرا سلام عليكم وانا ماليش علاقه باي حاجه. لا، السكيلز بتاعتك جوه الشركه او المكان او التيم اللي انت شغال فيه بتفرق معاك كتير جدا وبتتعلم بشكل كبير. تمام. طب ايه تاني عندك؟ ممكن تشوف حد مانجر، حد يكون خبره في المجال بقاله فتره كبيره، وتعالى كده انا بعد اذنك، انا بعد 5 6 سنين انا محتاج اكون في البوزيشن ده، ابلان معايا يا باشا، وابتدي ظبط معاه الامور، وابتدي يبني معاه خطه، والخطه دي يبتدي هو يديك تاسكس وانت تسيرش وتفحت نفسك وتجرب وتغير وتعمل وما الى ذلك. ممكن تبني بروجكتس افتراضيه، ممكن تشوف حد فريندز اصحاب ليك عندهم بروجكتس وتبتدي انت تشتغل لهم بمبلغ 25% من المبلغ اللي هم هيلاقوه بره وما الى ذلك. في طرق كتير. تمام. الفكره ان انت تبتدي تشوف ده. عندك في كورسز اونلاين وفري،
عندك في كورسز اونلاين في كتير، وعندك كورسز مدفوعه بمبالغ قليله برضو كتير. فانت مش لازم تاخد الفول مارك في المعلومه، انت لو خدت البيزكس بتاعت المعلومه وابتديت ان انت تطور فيها، وابتديت ان انت تعرف من المعلومه دي ازاي تطلع معلومه، ومن المعلومه دي تعمل اناليسز ليها وتطلع معلومه، فانت مش محتاج تاخد المعلومه كامله. لو انت في البدايه او انت في جزء في نص الطريق، انت مش محتاج ان انت حد يديك المعلومه كامله، لان مش هتلاقي المعلومه كامله عند حد. لازم تكمل انت مع نفسك، حتى لو هو عنده المعلومه مش هيديها لك كامله، يا اما بداعي ان هو ما بيديش معلومه كامله، يا اما بداعي ان هو ما عندوش وقت يقدر يقعد يديك المعلومه كامله فبيديك الاساسيات وانت تبني نفسك، يا اما بداعي ان هو عارف مش عنده اصلا المعلومه بشكل كامل. فانت اعرف كده وخدها رول كده على نفسك على جنب، ان انت لا، انت محتاج ان انت تجري ورا المعلومه، تمام؟ محتاج تجري ورا المعلومه عشان الصوره تكمل معاك. انا المجال زي البازل كده، انت حطيت حد قال لك كمل من بعد دي، خلاص انت بقى عليك ان انت تسيرش عشان لما تخلص القطعه بتاعت البازل بشكل كامل يبقى انت بنيت المنظومه بتاعتك بشكل كامل، وكمان فهمتها بشكل مش هيطلع من دماغك، تمام؟ فانت لما تيجي تشتغل على الكلام ده مفيش فلوس تقدر توقفك، لان في حاجات كتير متاحه، مفيش تايم انت تقدر تايم تتظبط ده. طب هل انا المفروض ابني الاوبجكتيف بناء على حياتي الشخصيه، ولا ابني على اساس التايم؟ يعني انا المفروض ليه حددت 25؟ يعني لسه ليه انا حددت سنه 25 هبقى حد مانجر؟ لا، ليه حددت ده؟ ليه ما يبقاش 24؟ ليه ما يبقاش 26؟ ليه ما يبقاش 30؟ ليه الارقام دي؟ بلاش من الحاجات برضو اللي مش بتبقى تمام، ان هو انا محتاج اوصل بعد سنه، محتاج اوصل بعد سنتين عشان ابقى ده. طب ليه بعد سنه؟ ليه حددنا سنه؟ يعني الرقم ده اتحط بناء على ايه؟ احنا دلوقتي لما بنطلع اي ارقام، في اي ارقام في الدنيا بتبقى مبنيه على حقائق ثانيه مبنيه من ارقام. 5 في 6 ب 30، خلاص ليه 30؟ لان هي 5 في 6، تمام؟ طب مثلا يعني لازم تحط ارقام. فانا دلوقتي حاطط اوبجيكتيف، طب انت حاطط اوبجيكتيف، المفروض الاوبجيكتيف دي تحط لها تايم. طيب دي نقطه. نقطه ثانيه، العوامل اللي حواليك هتاثر عليك بشكل كبير جدا، فانت لازم تشتغل على الاستمراريه، لازم تشتغل على الاستمراريه، انت محتاج تستمر، محتاج ان انت تكمل الاستمراريه بشكل كبير وتشوف الاستمراريه بتاعتك ماشيه ازاي. طب قبل ما تبتدي بقى في الكلام ده كله، انت محتاج تشوف كمان المجال نفسه زي ما احنا شرحناه دلوقتي، انت موجود فين؟ خلاص انا شفت انا موجود فين؟ طيب انا دلوقتي حددت اوبجيكتيف، الاوبجيكتيف دي ليه؟ والله انا عشان انا محتاج وانا عايز ان انا اعلي نفسي، او اعلي من مكانتي الاجتماعيه، واعلي من ايه؟ من الانكم او الدخل اللي بيجي لي. طب دي حاجه كويسه، طب انت محتاج تعلي ده، حط اكتر من اوبجيكتيف جنب بعض. يعني انا لما ابقى مثلا متعلم ماركتنج كويس، متعلم السكيلز بتاعتي كويسه، متعلم الكلام، انت ممكن تشتغل مثلا بدل ما تشتغل مانجر، لا انت ممكن تكون بتشتغل از فريلانسر ومعاك السكيلز دي كلها، وتاخد بروجكتس كبيره. يعني واي نوت، يعني ليه ما تعملش ده، تمام؟ فانت حاول تبني الاوبجكتيفز ان هي توصلك لاوبجكتيف تاني، دي نقطه. النقطه الثانيه، حاول تخلي فيه نجاحات قريبه. يعني ايه نجاحات قريبه؟ تعال كده نشوف نفس الراجل اللي احنا بنتكلم ان هو حاطط اوبجكتيف كونتنت، والكونتنت ده هو محتاج يطور نفسه. طب انا بتاع كونتنت ايه اللي المفروض بحتاجه كانترنال ليرنينج واكسترنال ليرنينج؟ انا دايما كده في حاجات بحطها انترنال واكسترنال عشان اشوف ايه القريب وايه البعيد، ايه الخارجي وايه الداخلي. بتاع الكونتنت لو اتعلم، بتاع الكونتنت لو اتعلم فوتوشوب او ازاي يديزاين او يعمل ديزاين، فدي سكيلز اكسترنال. يوم ما يعمل كونتنت الديزاينر مات، غاب، راح في اي حته، مش عايز يعمل تعديلات تانية، ما عندوش وقت، عنده فرح ابن اخته، ايا كان، هو يقدر يشيل نفسه. فدي حاجه اكسترنال يقدر ان هو يشيل نفسه بيها، حاجه اكسترنال يقدر يشيل نفسه بيها. طيب لما هو دي حاجه اكسترنال يقدر يشيل نفسه بيها، انا دلوقتي ايه الانترنال؟ الانترنال الاقرب في السيركل بتاعتي. لما انا بيجي لي كلاينت والكلاينت ده بيقول لي والله
يا محمد او يا احمد او يا مصطفى او ايا كان، انا دلوقتي عندي ويب سايت، والويب سايت ده عايز اعمل عليه كونتنت، بس بعد ما، طب الراجل ده بعد ما يعمل عليه كونتنت هيعمل ايه؟ والله محتاج بعد الكونتنت يعمل اس اي او. طب خلاص، دي سيركل قريبه. طب والله الناس دي جاي بيقول لي انا فاتح بيزنس وعايز اعمل بيج واعمل سوشيال ميديا بلاتفورم. طب الراجل ده بعد ما يعمل بلاتفورم ايه اللي هيحصل؟ لا، الراجل ده هيحتاج ان هو بعد كده يعمل اعلانات، تمام؟ فطب انا بتاع اعلانات، انا بعمل اعلانات، المفروض ان انا ميديا باين شاطر جدا جدا. طب الناس بعد ما بنعمل لها اعلانات المفروض بتكون محتاجه ايه تاني؟ ايه اللي بعد الاعلانات؟ او ايه الانواع التانية اللي انا ما وصلتهاش؟ لا، ان انا ابتدي اعمل اعلانات بي تو بي، او ان انا ابتدي اشتغل في ليفل اعلى، ان انا اقدر اقفل ديلز في شركات كبيره ما بين ديل وبين ديل، ان انا ابتدي اطور في الافكار بشكل كبير، ان انا اخد اتعلم حاجه تانية قريبه. فانت محتاج تبني السيركل بتاعتك، محتاج تبني انا دلوقتي فين عشان اوصل لايه. طب انا دلوقتي مش متعلم، انا دلوقتي مش متعلم اساسيات الماركتينج. طب انا مش اتعلمتش اساسيات الماركتينج وانا فاهم مثلا اس اي او كويس جدا جدا، هل ارجع تاني اوقف بقى وارجع الطريق ده واتعلم ماركتينج، ولا اكمل زي ما انا؟ لا، انت في الحاله دي عندك اوبشن ان انت واحد تعمله، تابديت نفسك بشكل كبير، تابديت في نفسك بشكل كبير في الاي سي او عشان ما تنساهوش وما تضيعش وقت، ومعاها تبتدي تتعلم ماركتينج، معاها تبتدي تتعلم ماركتينج. يبقى انت عطلان شويه في الاي سي او، ما كملتش السيركل، ما كملتش البلان بتاعتك او الخطوات بتاعتك، وبعد ما كملتش الخطوات بتاعتك، لا انت بتشوف الاساسيات، بتشوف الاساسيات اللي فاتتك تبنيها ازاي. طب انا انا مش عارف ابتدي منين او اعمل ايه، او المفروض ان انا في حاجات بعرفها وفي حاجات ما اعرفهاش، حاسس بتوهان. زي ما قلت لك، هتجيب ورقه وقلم وتكتب الحاجات اللي انت بتعرف تعملها، تكتب الحاجات اللي انت بتعرف تعملها. طب بعد ما كتبت الحاجات دي، بتبتدي تشوف الحاجات دي كل حاجه منهم نسبتها قد ايه. الكونتنت انا بعرف اعمل الكونتنت بشكل جميل. طب انا دلوقتي مش عارف الكونتنت، لو انا بعمله بشكل كبير وببتدي اظبط الكونتنت بشكل كبير، ايه الحاجات اللي انا ممكن اعرف ان انا في الكونتنت فاهمها ولا لا؟ انا منين اعرف ان انا بيرفكت في الكونتنت ولا لا؟ منين تعرف بيرفكت في الكونتنت ولا لا؟ هتشوف الحاجات العلميه والناس التقيله اللي موجوده في المجال، لما بتيجي تتعلم المجال ايه الحاجات اللي انت هتستفادها لما انت تتعلم منهم. انا دلوقتي اتعلمت في المجال، رحت خدت مينيتور مثلا مع محمود. طب يا محمود دلوقتي انا هاخد معاك مينيتور بروجرام مثلا عشان اتعلم الماركتنج، سوري، عشان اتعلم الكونتنت. طيب ايه الحاجات اللي انا هطلع في الاخر فاهمها بشكل كامل؟ لا والله انا هطلع هتطلع فاهم واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته. طب السته دول هل انا فاهمهم؟ ابتدي اعمل حاجه تانيه، ممكن بدل ما اسالش ادخل اعمل سيرش اشوف الكونتنت او الكورسز بتاعت الكونتنت اللي نازله مثلا على يوديمي. الكورسز بتاعت الكونتنت اللي على يوديمي ايه التوبكس اللي موجوده فيها؟ الناس اللي بتخرج وتتعلم دي التوبك بتاعتها ايه اللي فيها؟ ايه الحاجات اللي المفروض الناس دي تكون متعلماها عشان تبقى هي مقفله مجال الايه الكونتنت؟ لا، ده في حاجه هنا مكتوبه مثلا اسمها كونتنت استراتيجي. طب الكونتنت استراتيجي دي انا ما بعملش كونتنت استراتيجي، انا العميل بيجي لي بعمل له الكونتنت، وده بشوفه كتير، العميل بيجي لي بعمل له الكونتنت وببتدي احطه له، وبعد ما بحط الكونتنت بتاعي على الماب بيقول لي تمام، بس يعني ايه استراتيجي؟ نعم، يعني ايه الكونتنت استراتيجي ده؟ تمام. فهنا لا، انت ثانيه واحده، انت عندك في حاجات اهو في الايه في الكونتنت مش فاهمها. انا ليه باكزامبل على الكونتنت؟ عشان معظم الناس داخله في الواي بتاع الكونتنت وعندها باك جراوند عنه بشكل كويس. طيب انا دلوقتي عندي بيزنس وعايز انا اللي اقوم البيزنس، عايز انا اللي اقوم البيزنس، وانا في حاجات في الماركتنج فاهمها وفي حاجات مش فاهمها. طب هل المفروض ان انا اعمل كل حاجه في الماركتنج للبيزنس ده علشان ابتدي ان انا او افهم كل حاجه عشان اقوم البيزنس؟ لا، انت مش مطلوب ومستحيل هتعرف تعمل كده. يعني انت مستحيل هتفهم كونتنت وميديا وتفهم كل الحاجات دي مع بعضها في وقت قصير، في
وقت قصير عشان تقدر تقوم البيزنس بتاعك. انت محتاج تعتمد على سكيل صغيره تبتدي تبني عليها، وتبتدي ان انت على حسب احتياج البيزنس، على حسب احتياج البيزنس بتبتدي تعلم نفسك. هنا البلان اختلفت 100%، اختلفت تماما. انا حد عايز يتعلم عشان يبقى مانجر، فانا لازم هدير بتاع الاس اي او، فلازم ابقى فاهمه، لازم هدير الناس اللي شغاله في الناس اللي شغاله في الكونتنت، ابقى فاهم هم بيعملوا ايه عشان اقدر اقيم شغلهم. الناس اللي شغاله ميديا بانك عشان لما اجي اقول له اعمل مثلا الكوست بتاعك رايح فين وليه، ابقى انا فاهم واقدر اناقشه والكلام ده. طب انا دلوقتي حد مش هعمل الكلام ده، انا الاوبجكت بتاعتي ان انا اقوم البيزنس بتاعي. فانت البيزنس بتاعك معتمد على ان انت بتوزع مثلا لشركه، فانت محتاج تفهم بي تو بي اكتر. فانت ايه اللي هيدخلك في الجزء ده؟ فانت على حسب البلان بتاعت البيزنس بتاعتك بتبتدي تعلم نفسك وتتابديت. عشان كده قلنا ان انت محتاج تفهم انت عايز تعمل ايه، وبناء على كده تحط ارقام، وبناء على الارقام تبتدي تابروف تمبروف في نفسك. فالكيسز مختلفه، كل واحد ليه كيس. انا واحد من الناس اتعلمت سيلف ستادي بشكل كبير. انت ممكن ما ينفعش معاك السيلف ستادي، انت محتاج تمبروف نفسك بشكل مختلف. وفي نفس الوقت انت ما تقدرش تصبر ان انت تجيب ورقه وقلم وتقعد تفهم وتراجع وتفهم وتكتب وتذاكر وتفهم وتعيد. لا، انت محتاج حد يقول لك دي يلقنك عادي، ممكن تحصل او مش ممكن، هو اكيد بتحصل. انت مختلف عني وانا مختلف عنك وهي مختلفه عنه، كل واحد مننا ليه طريقه معينه يقدر يتلقن بها العلم. فمن الحاجات المهمه ان الناس ما تشوفش مين وصل ازاي وتعلم ازاي، وبناء عليها تبتدي تعمل زيه، ما تعملش زي حد. شوف انت لو هتكتب كده ورايا، اكتب النقط دي. شوف اولا انت موجود فين، انت موجود فين في المجال، موجود فين في المجال. يعني انت زي ما قلت في الاول، انت في مرحله الديجيتال او انت في جزء الديجيتال ومش فاهم ماركتنج، لا يبقى انت محتاج تفهم ماركتنج. طب انت انا في مرحله الديجيتال بفهم كونتنت، طب انا بفهم كونتنت، انا فاهم الكونتنت بشكل كامل ولا انا فاهمه بشكل مش كامل؟ لا انا مش فاهمه بشكل مش كامل. فابتدي احط الماب بتاعتي، الخريطه بتاعتي رايحه فين، انا الخريطه بتاعتي دي مظبوطه ولا مش مظبوطه. طيب بنيت الخريطه بتاعتي، هبتدي اتحرك ازاي؟ انا دلوقتي فاهم كونتنت، اروح اتعلم ميديا بانك ولا اروح اتعلم سي اي ولا اروح اتعلم ايه بالظبط؟ الماركت نفسه بيقول ايه، والاوبجكتيف اللي انت حاططها بتقول ايه؟ والله الاوبجكتيف بتاعتي بتقول لي ان انا محتاج ابقى ماركتنج مانجر، وابقى حد مثلا بدل ما انا ماركتنج مانجر انا لسه في البدايه، انا محتاج ابقى سبيشالست. طب حلو، الناس بقى النقطه الثانيه بقى، وانت بتحط الاوبجكتيف بتاعتك انا محتاج ابقى سبيشالست، اوكي تمام، هتحط الوقت محتاج تبقى سبيشالست امتى، والوقت ده بيتحط بناء على الماركت نفسه محتاج الكونتنت سبيشالست، الماركتنج سبيشالست، الديجيتال ماركتنج سبيشالست او السوشيال ميديا سبيشالست بيعمل ايه، عنده مهارات ايه، بيقدر ينفذ ايه، يقدر يطلع نتائج ايه. طيب خلاص انا عرفت الحاجات، هو في خمس حاجات لازم اتعلمهم بشكل اساسي، الخمس حاجات دول هتعلمهم في قد ايه؟ هتعلمهم في 6 شهور وابقى بيرفكت فيهم، خلاص انا بعد 6 شهور انا يبقى انا بعرف انفذ الكلام ده، يبقى انا اوريدي سبيشالست. من الحاجات برضو اللي في رايي هي مش صح، ان لما بتيجي تتوظف في شركه او الناس اللي بتسمي نفسها في الشركه ده ماركتنج، ده سوشيال ميديا سبيشالست، خلاص هو بعد سنتين، انت بقالك سنتين معانا فانت بقيت سبيشالست. طب ما ممكن حضرتك يكون في السنتين دول ما عملش ابديت لنفسه، في السنتين دول مش فاهم اي ابديت حصل، مش عارف يطور من نفسه، مش عارف يطلع نتائج احسن. ممكن يكون في حد بقاله سنه بيطور في نفسه كل يوم فهو احسن من اللي بقاله سنتين وانت سميته سبيشالست. فوضع سبيشالست او وضع ان انت تكون في المجال معتمد بشكل اساسي على مدى تطويرك لنفسك على المدى البعيد. انا كل يوم بطور في نفسي، ومعايا حد بادئ معايا في المجال ما بيطورش في نفسه، هو متعلم حاجه بيبتدي يعمل فيها كل يوم في نفس الشركه في نفس المكان في نفس الكرسي في نفس المكتب مع نفس الناس، فاوريدي ده خلاص انت عمرك ما هيكون هو بيوصل زي ما انت بتوصل، ولا نفس الوقت ولا نفس الامكانيات ولا نفس العقليه ولا كل حاجه. فانت هتبني لنفسك بناء على حسب حيثيات دماغك والمعلومات اللي عندك. في ناس
ساعات كده بنقول ايه، او ساعات كده بنشوف ايه، يقول لك ده مش شخص دخل الجامعه وخلص المراحل الابتدائيه والاعداديه وما ذلك وهو عنده 15 سنه او عنده 10 سنين وقدموا له ورق التحاق في الجامعه، بيبقى حد كده فاز كده مع نفسه. طب ليه الراجل ده ما استناش انه يبقى يعدي الابتدائي واعدادي عشان يوصل مع الناس؟ لا، هو خلاص كيس مختلفه، فكل واحد مننا كيس مختلف. تمام، طريقه التعليم العاديه مش هي اللي نفس في الطريقه بتاعه المجال او المجالات او الشغل العملي بشكل عام. عشان كده بنطلع من الجامعات احنا عندنا كونسبت معين، انا هدخل المجال ده. طب بعد ما هدخل المجال انا المفروض هقعد سنه جونيور وبعد سنتين ابقى، ده في الطبيعي لو انت ماشي بالريتم العادي، انت ممكن تسرع عن كده، ممكن تماطل عن كده. تمام، فانت لا خلاص انت عرفت انت فين من الخريطه، بعد ما عرفت انت فين من الخريطه تبتدي تبني الاوبجكتيف اللي عايز توصل لها بناء على الماركت نفسه بيقول ايه، والناس اللي موجوده في المجال معاها خبرات ايه بالظبط. بعد ما هتسكادول والله انا عشان ابقى سبيشالست زي ما انا عايز الاوبجكتيف بتاعتي، في حاجات 5 حاجات عايز اتعلمهم. طب هتعلمهم على مدار قد ايه؟ والله هتعلمهم على مدار هقدر ان انا اتعلمهم طبعا، عشان لازم تشوف كل حاجه منهم. يعني مثلا حاجه من الحاجات ان انا اكون انجلش كويس، طب الانجلش ده اقدر اذاكره فين وامتى وهاخد الكورس فين وهبتدي هقدر اواظب على ده ولا لا، ومعايا البودجت بتاعته ولا لا، لو مش معايا هاخده اونلاين، وتبتدي تشوف كل حاجه منهم هتقدر تعملها في وقت قد ايه وهتاخد منك مجهود قد ايه وهتقدر توصل للنتيجه بتاعتها امتى. طيب بعد ما بنيت ال5 حاجات والله، وانا بوزع ال5 حاجات اللي انا المفروض اتعلمهم وانفذهم دول، لقيتني ان انا هخلصهم في سنه. طب اوكي، ايه المشكله؟ لقيتني ان انا هخلصهم في 6 سنين برضو، ايه المشكله؟ خلاص انت باني لنفسك مجال، خلاص باني لنفسي واي معين همشي فيه. طب انا بنيت وحطيت الاوبجكتيف، ابتدي ابديت كل شهر انا ماشي صح ولا لا، السوق تمام ولا لا. طب انا وصلت للاوبجكتيف دي، لازم انا اكون حاطط ان انا لو هوصل في سنه كل شهر يكون في حاجه معينه انا حققتها، علشان الاقي نفسي ان انا لا انا فعلا بتقدم. ده هيديك امبروف وهيديك مساحه ان انت تتطور وهيديك رؤيه، لا انا فعلا بقيت وصلت لحاجه، اول شهر تمام، ثاني شهر تمام، هتلاقي نفسك بتجري. بعد ما تخلص خلاص انت وصلت للاوبجكتيف بتاعتك، هتبتدي تبني بقى تشوف انا دلوقتي خلاص بقيت حد كونتنت سبيشالست او سوشيال ميديا سبيشالست والدنيا بالنسبه لي تمام، انا فاهم كل حاجه في جزء السوشيال او ميديا باينج، فاهم جدا. طب هتعلم ايه تاني بقى؟ والله الناس اللي جت بتطلب او الناس اللي بتعمل اعلانات، عشان الاعلان يكتمل محتاجين ايه تاني؟ عشان او محتاجين كونتنت. طب هل الكونتنت اقرب للميديا بينج ولا مش الكونتنت مثلا ولا الاس اي او؟ لا الكونتنت، خلاص يبقى انا هتعلم كونتنت. خلاص انا بالنسبه لي هتعلم كونتنت وابتدي امرس نفسي على الكونتنت وابقى حد بيرفكت خلال فتره كذا، وابتدي ابلان نفس البلان تاني بطريقه تانية. تمام، طب هل البلانز دي بتنتهي؟ لا ما بتنتهيش خالص، انت كل ما بتوصل لمرحله بتلاقي نفسك عايز تكمل الخريطه لحد ما هتلاقي الخريطه بالنسبه لك هي خريطه كبيره من العلم انت اكتسبته عشان تقدر تطور بنفسك وتطور بحياتك وتطور بمعيشتك. فايا كان النقطه اللي انت واقف عندها، لو ماينس صفر فانت حط الصفر وحط بعديه الواحد وحط بعديه الاثنين وحط بعديه الثلاثه لحد ما تلاقي نفسك وصلت للخريطه الخاصه بيك. ممكن وانت شغال يحصل لك ان انت لا انا وصلت لمرحله كويسه فانا محتاج اسرع الخريطه اكتر من كده. طيب هل انا مثلا لقيت نفسي، هل انا المفروض ان انا اغير في الخريطه وانا ماشي؟ في حاجات لازم أنا اغيرها او في حاجات لازم أنا اكون معتمدها في الخريطه بتاعتي وان انا اغير فيها؟ غير في الخريطه ما تغيرش في الاوبجكتيف. يعني ايه؟ يعني واحد مثلا بيقول ايه، والله انا كنت بتعلم ميديا باينج وبعد كده لقيت ان في فرصه كويسه جدا جدا في الكونتنت وناس كتير طالبه كونتنت وما الى ذلك مش عارف ايه، واعرف واحد صاحبي بيغال كونتنت بياخد مش عارف مبلغ كام، فانا هروح اشتغل في الكونتنت. ارمي يا عم الورق ده وانا هشتغل في الكونتنت كده، انت بتضيع الدنيا خالص.
بعد ما طلعت شغال في الكونتنت هتلاقي واحد صاحبك برضه تاني مش عارف في الاس اي او، هتلاقي مش عارف في الاخر هتروح رامي الورق ده كله ما انتش متعلم اي حاجه. فانت لو هتغير غير في البروسيس اللي انت ماشي عليها، بس الاوبجيكتيف ما بيتغيرش. انت حطيت اوبجيكتيف امشي عليه، حققته ابديت، حققته ابديت، تعمل كنترول عشان تسرع، تعمل كنترول عشان توفر، تعمل كنترول عشان يبقى فيه تايم مانجمنت احسن وما الى ذلك، تمام؟ فانت هتحط البوينت بتاعتك وتمشي من خلالها مع الوقت، تمام؟ ده الجزء بتاع الماب، وده جزء الكارير اللي المفروض انت تبنيه لنفسك. انت اتعلمت كويس جدا جدا، طيب هل في حاجات فرعيه تقدر ان انت تخلي بالك منها وانت شغال؟ التنفيذ، التنفيذ مهم جدا. ومحدش يقول لي انا مش لاقي مكان انفذ معاه او حته انفذ فيها، انت ممكن تنفذ مع نفسك، ممكن تعمل ده كله مع نفسك. كونتنت عادي جدا جدا جدا، هتجيب اي بروجكت تدرسه تذاكره او اي حاجه انت بتعرف تعملها وتعرف تبيعها وتعرف اساساتها، مش تعرف تبيعها بشكل جامد او يعني تعرف كل الخبايا اللي فيها. يعني مثلا حد مثلا كان معايا في المونيتور بيقول لي انا مش لاقي بروجكت اشتغل عليه، انا مش عارف انفذ على البروجكت، في حين ان هم اصلا كنت عارف منه قبل كده ان هو حد عيله كبيره في الموبيليا، بيصنعوا الموبيليا ومش عارف ايه، وبيقدر ان هو هم بيصنعوا موبيليا بشكل كبير ودي حاجه كويسه. طب انت مش واخد بالك، انتوا اصلا ناس كبيره في مجال الموبيليا، طب ما تشتغل على البروجكت ده وعندك عيلتك كلها ممكن تقدر تسالها في اي معلومه انت تقف عندها، فخلاص ونفذ على ده، تمام؟ وتبتدي تابديت نفسك في المجال وتنفذ على ده. مش عارف اعمل اعلانات، عادي اقطع 10%، اقطع 20% من مرتبك اللي انت بتاخده لو انت بتشتغل حتى لو مش في المجال، عشان تقدر تمبروف نفسك وتعلم نفسك وتجرب مره واثنين وثلاثه. انا الاي سي او مش لاقي مواقع ادرب عليه، عادي جدا ممكن تجيب اي ويب سايت، تعمل بلوج، تعمل جوجل سايت، كل حاجه لها حل، تمام؟ فان انا مستني يجي لي انترنشيب علشان ان انا اتعلم، ده الكلام ده زي بالظبط كده اللي بيقعد ايه مستني دوره في الطابور عشان يخش، في حين ان هو اصلا ممكن يجري عن كده، تمام؟ حاجه كمان، انت من الحاجات المهمه ان انت تعرف نفسك للناس. يعني في طريقتين عشان تبتدي، ودي حاجه مهمه جدا عشان تبتدي تشتغل، عشان تبتدي تشتغل في طريقتين، يا اما بتدور على الناس اللي هي عايزه حد يشتغل وتديهم السي في بتاعك، ودي الطريقه العاديه اللي كل الناس بتعملها، يا اما بتعرف الناس ان انا يا جماعه يا ناس يا هو يا شركات انا حد بعرف اعمل الحته دي، فاوريدي هو هيشوفك فهيبتدي يقول لك والله انا شايفك ان انت بتعرف تعمل ده، تعال اعمله لك، تمام؟ طب ده عندك لينكد ان، لينكد ان كل ما انت بقيت اكتف عليه اكتر بقيت بتقول يا جماعه انا بفهم في الجزء ده، سواء بشكل براكتيكال او عملي او سكرينز او نماذج من شغلك او تجارب تانية انت بتمر بيها حياتك العمليه، كل ما انت هتلاقي نفسك لا في ناس بتكلمك تقول لك والله انت حد بيرفكت، طب احنا عايزين نعمل ده، هتعرف؟ فانت على حسب هتعرف، اوكي تمام، مش عارف لا يا جماعه مش عارف، الناس هتحترمك وفي نفس الوقت انت كسبت ناس تانية وخلاص، تمام؟ فده كان كل يعني كل الحاجات اللي انا كنت محتاج اقولها بشكل كبير، عشان الفتره اللي فاتت ايميلز كتير بتيجي في نفس الصدد. طب انا دلوقتي فين؟ يعني انا داخل المجال ومش عارف اعمل ايه؟ لا مش عارف تعمل ايه؟ ما تخشش المجال اصلا، انت ابتدي ابني الماب بتاعتك قبل ما تخش الماب. المجال زي الكهف كده بالظبط، انا دلوقتي دخلت الكهف ومش عارف امشي منين، طب ما انت ارسم الخريطه، مخلي معاك خريطه عشان تعرف تدخل منين وتخرج منين. لا مش طبيعي ان انت تخش وانت تبدا بقى تلف حوالين نفسك وفي الاخر تسيب المجال وتروح على المجال تاني، علشان انت المجال ده بالنسبه لك تايه في بعضه وكبير، فتلاقي نفس المتاهه في نفس الكهف تاني، فتروح خارج بره وما تعملش اي حاجه وتفضل قاعد، يعني. تمام، ده كان الكلام بتاع النهارده، لو حد عنده سؤال ممكن يسأل عبال ما نشوف الشات بيقول ايه. طب هل في حد متمكن في حاجتين او ثلاثه؟ في حد متمكن في حاجتين او ثلاثه، وده بيكون وصل لليفل كبير ومجهود كبير من الوقت، وده يعني بياخد 7 و8 سنين من الشغل،
ان انت دوست في كل حاجه واشتغلت في كل حاجه وجربت في كل حاجه مع ان انت بتابديت في نفسك. ففي لا في ناس بتفهم في كل حاجه. انا ممكن اكون واحد من الناس دي او لا، بس انا يعني I think ان انا الحمد لله يعني ممكن اكون بعرف اعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت، بس ده بيتطلب مجهود ان انت دايما متابع. لو انا تعبت ودخلت المستشفى، انا في المستشفى احب اتابع تمام علشان تقدر ان انت تكمل تمام. وفي نفس الوقت مش لازم اكون انا حد اوصل، او الاوبجكتيف بتاعتك ان انت توصل لثلاث اربع خمس حاجات. انت ممكن يكون الاوبجكتيف بتاعتك ان انت تكون حد في الاي سي او مثلا، حد عالمي في الاي سي او، ده ممكن يكون هدف مش لازم بقى. بس في نفس الوقت يكون عندك باك جراوند عن الايه، المكملات الاكسترنال والانترنال، فمش لازم تكون انت بيرفكت في كل حاجه. كنت لسه بقول لك من شويه يا احمد اللي هو كل واحد ليه الاوبجكتيف بتاعته. انت الاوبجكتيف بتاعتك ايه؟ الامكانيات بتاعتك ايه؟ تقدر تعمل ايه؟ تقدر تدوس في ايه؟ تمام. فلا مش لازم ان انت، او مش شرط ان انت تكون بيرفكت، او الاوبجكتيف بتاعتك ان انت انا يا جماعه حد بعمل كونتنت واي سي او وبعمل، مش لازم تمام. انت على حسب الاوبجكتيف بتاعتك وامكانياتك ومحتاج توصل لايه امتى وازاي تمام. تمام. شكرا ليك، كنت بدات احبط واحس اني ماشي غلط، الميتنج ده فرحني جدا، شكرا ليك يا محمود. منى من الناس اللي ما شاء الله عليها، تسلمي يا منى، ربنا يخليكي. يعني تسلمي، ربنا يخليكي. انا مش عارف هو تقريبا المايك مش مفتوح او ايه، مش عارف. لو انا مش عارف المايك تقريبا عند الناس مش مفتوح او لا، ما انا مش عارف بصراحه. لا بس منى تقريبا فتحت المايك. لا هو شغال. السلام عليكم. ازيك يا منى، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ازيك يا محمود؟ الحمد لله تمام. بجد انت نورت لي حاجات كتير. يعني انا كنت فاهمه الدنيا انها بايظه بالنسبه لي، وان انا بدات احبط، وكنت خلاص يعني بدات حتى سبت الكورسات اللي كنت شغاله عليها وحاجات كتيره. فالحمد لله كده يعني انا ماشيه صح. لا لا كملي يا منى والله، ويعني انت من الناس اللي ما شاء الله عليها يعني، فلا كملي عادي. احنا عايز اقول لك ان انا مثلا 10 سنين في المجال، اعرف ناس عندها 15 سنه بيجي لها احباط ان هي في حاجات مش عارفه توصل لها تمام، وانا كذلك. ويعني كنت لسه بتكلم في الموضوع ده من كام يوم، مش عارف في بوست او ايه، قلت ان الحياه بدايات في مجال الماركتينج، كل واحد عنده البدايه اللي بيبتدي فيها عشان في نهايه يقفلها تمام. فانا لو دلوقتي انا حد بيرفكت في الماركتنج والدنيا تمام، فانا حاليا بذاكر انترناشونال ماركتنج عشان في حاجه معينه عايز اوصل لها، عشان مش عارف ايه يعني فاهمه. ففي كل الدنيا بدايات. فانت لو عندك كونتنت بس او عندك اي سي او بس، فانت محتاجه توصلي مثلا ميديا بانك، فعادي عشان دي البدايه اللي انت عندها. فكل واحد عنده بدايه ونهايه فاهمه، وكل نهايه هتلاقي معاها بدايه تانيه عشان تخشي في حاجه تانيه. حتى لما بنخلص العلوم بتاعت او اللي هي ما بتخلص، ماركتنج ومانجمنت، بنخش في العلوم الاقتصاد. فالموضوع هي زي ما قلت لك، هي ماب لازما كلها خريطه كبيره، لازما من نقطه الصفر الواحد لاثنين لعشرة المية. فلا كملي يعني انت او كل الناس اللي هنا يعني. هو أنا ممكن يعني أشكل تجربتي لو يسمح الوقت. تمام تمام هو أنا من 2018 بدرس في المجال ده. بقيت متمكنة من الفيسبوك والإنستجرام. اشتغلت شوية على سناب شات في الميديا باير. اشتغلت شوية سناب شات، وعملت إعلان واحد جوجل آد. يوتيوب لأ مستخدمتوش، بس اعرف الاساسيات بتاعته وازاي اشتغل عليه. عملت تجربه كده مع نفسي يعني بدون ما يبقى في بروجكت معايا. ده بالنسبه للميديا بقى. بالنسبه الكونتنت انا ما جربتش ان انا اتعلمه اصلا، هو ده اللي ناقصني. الديزاين برضه نفس الوضع، كنت بستعين بناس انها تعمله لي. الاي سي او في بلاتفورم، في ناس كنت شغاله معاهم اعلانات، فهم حاليا عملوا الويب سايت بتاعهم فبشتغل عليه اللي اعرفه برضه بدون مقابل مادي على اساس ان انا اتعلم. فبقيت تمام حاليا يعني في الاي سي او كويس، في الاد كويس، الكونتنت لا، تمام بصي الايميل يعني في النص. اعتقد ان انت كده محتاجه
تجيبي ورقة وقلم وتبتدي تشوفي انت مثلا ممكن يكوني في كل جزء عندك 70%، تمام؟ فانت محتاجة بقى تبتدي تقفلي. فانا والله في الجوجل اد عملت مثلا اعلان سيرش، ومثلا عملت اعلان ليد، فانا محتاج اشوف اعلانات اليوتيوب بتمشي ازاي عشان ابقى انا مثلا، والديسبلاي عشان ابقى انا ابتدي اقفل الحته دي، فاهمه؟ انا في الكونتنت تمام جدا جدا، واشتغلت اي سي او. طب انا في الاي سي او لسه في البدايه، فخلاص انا ايه، فاهمه؟ ترتبي ورقك كده وتعملي زي جانت شارت كده. انا ما اشتغلتش كونتنت نهائي. طب يعني فور اكزامبل، يعني حتى لو ما اشتغلتيش كونتنت، خلاص قفلي الحاجات اللي بتعرفي تعمليها وكم، يعني فالمهم ان انت تبني البلان بتاعتك، انا فاضل لي ايه فين، فاهمه؟ هو في الاس اي او يعني انا لما اشتغلت فيها فلقيت ان في حاجات، ان انا ناقصني حاجات في الانجليش، فابتديت ان انا ارجع اعمل براكتس واخد كارير انجليش علشان ايه ابقى اكل الحاجه دي وارجع لها تاني. تمام، ما فيش مشكلة. انت كده كده حاولي يعني تظبطي الاجزاء دي، ويعني انت كده تمام. بس انت حاولي زي ما قلت تبني الماب بقى بتاعتك كده، تمام؟ وعلى فكرة الماب بتبقى كويسة جدا جدا لما بتتبني بالورقة والقلم، يعني بنبتدي بالطاقة. يعني انا على نفسي بحس ان هي بتطلع افكار اكتر، بتخلي الواحد بدل ما بيقعد يأدت ويكتب فيبتدي ينقل من هنا لهنا، لا انا بتطلع كل في دماغك على الورقه دايركت، وتشخبط وتكتب وتشخبط، فالافكار بتبقى افضل يعني. هو انا بعمل فعلا كده، ولو ايه في حاجات مثلا انا بتبقى فاهمه مني فبرجع للورق اللي انا كتبته وباخد منها الحاجات اللي كانت بتكون ناقصاني كده. الحمد لله كده يعني انا الزوم ده النهارده فرحني جدا، يعني حسيت بعد الاحباط الكبير اللي كان عندي الحمد لله. طب الحمد لله، يا رب بس دايما في حاجه، نتفق معانا يعني. الايميل حضرتك ما ردتش عليه، انا جاتني رساله ان بصي، انت هو شفت انا ايميل بس ما ردتش. انا فعلا شفت ايميل، بس عايز اقول لك ان الايميل ده محتاج الميتنج اللي احنا لسه بنسكادول فيه، فمع ان الميل فيه حاجات كتير جدا مش عارف اكتبها في الميل، مش هتنفع في الميل، يعني الرد بتاعها عشان في الميل هيبقى صعب يعني. طب صح كده برضه. يعني حوالي 8 اسئله، وكل سؤال متشعب في حاجه معينه، ومحتاج انا اسالك في حاجات تانية، فموضوع هيكون مطول كده كده. انت برضو من مره فاتت واحنا بنتكلم على موضوع الميتنج، بس انا بعت لك تقريبا السبب على الايميل، صح؟ تمام، بس تمام، اوكي، شكرا ليك. ربنا يوفقك. تمام، كريم، شكرا لوجودك يا محمود، تسلم والله. النقطه المفروض ابدا فيها بعد الاس سي او، او بعد الاس سي او كونتنت، بعد يعني مش فاهم انا يعني ايه النقطه اللي المفروض ابدا فيها في كارير الاس اي او بعد ما خلصت اس اي كنت يعني لو تفتح المايك، لان انا في هنا انت الانجليش مع العربي متداخل، فانا مش فاهم يا كريم قصدك، مش فاهم او السؤال مش واضح يعني. تمام، مساء الخير يا باشمهندس. أولا أنا كريمة مش كريم. انا اسف. انا اسف لا والله ما العظيم. فيش مشكلة خالص. هو كان السؤال إنه أنا دلوقتي كنت شغالة CEO، بس كنت شغالة على جزء ال content بس، تمام، سواء ال writing أو ال research أو ال mapping أو ال problems بتاعة ال content نفسها، ال analysis، كل ده أنا اشتغلت عليه. تمام، كويس. تمام. إيه فطبعا كان الـ SEO متشعب وكبير جدا، فأنا كنت عايزة أعرف إيه أقرب بوينتس ممكن أبدأ بيها في الوقت الحالي. ال ايه اللي متشعب تاني كده؟ يعني الـ SEO عامة، بصي، انت في الاي سي او الدنيا بالنسبه لك خلاص تمام، انت يعني شور ان الدنيا بالنسبه لك تمام في الاي سي او بالنسبة للكونتنت تمام. ككونتنت، يعني انت بتكتبي كونتنت بالاي سي او، صح؟ بكتب الكونتنت وبحط الاستراتيجي كاملة، سواء السايت جديد أو السايت قديم وهنبدأ نشتغل عليه. حلو جدا. طب هل انت كده في جزء الكونتنت، طب هل بتقدري ان انت تماتشي الدنيا في الاي سي او بقى از تكنيكال واوف لاين؟ لا، هو تمام، ده سؤالي بقى بالظبط، ايه تمام أقرب بوينت هقول لك. أبدأ فيها عشان انت تمام، انت ككونتنت بتقدري تشتغلي على كونتنت استراتيجي وتكمليه بشكل كامل، ولا هو جاست ان انت بتكتبي الكونتنت بس؟ لا لا، بحط الاستراتيجي كاملة.
بتحط الاستراتيجي يعني انت في الكونتنت فور مارك صح؟ تمام. تمام، فانت كده المفروض تكملي في الاس اي او عندك جزئين، تتاكدي ان انت عندنا في الاس اي او في حاجه اسمها اون بيج واكيد انت عارفاها، والاوف بيج والتيك. هو الاون بيج كله بالنسبه لي تمام. حلو جدا، ابداي بقى بعد كده خشي الجزء التكنيكال اللي هتلاقي بقى في جوجل كونسول والتاج مانجر واناليتكس والحاجات دي، وبعد كده كملي الجزء بتاع الاوف لاين الاوف بيج اقصد. تمام، فانت كده محتاجه انت ككونتنت. تمام خلاص، انا بعمل كونتنت وبشتغل اي سي او، فانت كملي بقى ايه جزء الاي سي او وحاولي تبني الماب بتاعتك وتبتدي بقى تشوفي الماب دي هتوصلك لفين يعني. تمام، يعني حضرتك تقصد ان انا اشتغل على التولز بتاعت الاناليسز نفسها؟ لا بصي، اعملي سيرش عن الاي سي او كتكنيكال واوف بيج، وشوفي التكنيكال بيتعلم ايه ومحتاج عشان يبقى في التكنيكال كويس يعمل ايه، والجزء بتاع الاوف بيج برضه محتاج يعمل ايه، او لو انت شغاله في شركه وعندك حد شغال في الاي سي او ابتدي هاتي ورقه وقلم وفي كده وقولوا له انا دلوقتي بعرف اعمل ده، فانا محتاجه نبلان سوا الاوف لاين الاوف بيج ايه والتكنيكال ايه، وتبتدي انت تاخديهم جزء جزء. ايه، ما هو ده اوريدي نص سبب السؤال، انه انا شغاله في شركه فعلا، فانا كنت عايزه اكمل في التكنيكال، فهم قالوا لي ان الاوف بيج اقرب بالنسبه لك في الوقت الحالي، فانا يعني حاسه ان الاوف ما بيج بصي، بعيد عني لا قوي. لا اوف بيج، بصي الاوف بيج اصلا عشان يتعمل محتاج يكون التكنيكال مظبوط، فانا هعمل اوف بيج ازاي وانا عندي التكنيكال بايظ؟ يعني انا الاوف بيج دي بشكل بالظبط. بسيط انا هجيب ناس من بره عشان الكونفرجن على جوه عشان الينك، هجيب حد مثلا من هنا عشان يخش هنا. تمام، فازاي اجيب من تمام. الناس تزورني وانا التكنيكال عندي هاناليسز ازاي؟ فانا لا، هو الاوف اسهل من التكنيكال، بس الصح ان التكنيكال قبل الايه؟ قبل الاوف، والاصح بقى خالص ان انا ابتدي تكنيكال وبعد كده اون بيج وبعد كده اوف بيج. ده بناء على رايي يعني، برضه اعملي سيرش وشوفي يعني. تمام، إن شاء الله. شكرا جدا حضرتك. ربنا يوفقك، تسلمي. الرود ماب فور ميديا باير محتاج ايه؟ الاحتراف المجال. بص عشان الميديا باير انت مبدئيا كده محتاج تفهم المايند سيت بتاع الميديا باير. انا عشان ابقى ميديا باير الدنيا بالنسبه لي لازم تكون عامله ازاي، طريقه التفكير، الليفلز بتاعتها، محتاج الاول تقرا في المجال بشكل كبير. تمام، والرود ماب اعتقد ان هي كمان محتاج تقرا فيها اكتر لانها مختلفه وفيها اراء كتير وحاجات مختلفه. انت اصلا موجود فين؟ لو انت موجود في الميديا برينج نفسها او بتعرف تعمل اعلانات، ارجع عندك كده ناحيتين، ناحيه ان انت تكمل الامبلمنتيشن لو انت بتعرف فيسبوك وجوجل اد وده الشائع، فشوف بقى سناب عامل ايه وتيك توك عامل ايه وبقيه الحاجات دي عامله ازاي، والحته اللي وراك انت سايبها الجزء بتاع الاستراتيجي والمايند سيت نفسها. انا كطريقه تفكير ميديا باير المفروض يكون عندي استراتيجيات مختلفه انا شخصيا بعتمد عليها، اللي هو مش مثلا حد بيعمل اعلانات بطريقه معينه فانا هعمل زيه، لا انت ايه الاستراتيجي اللي انت بتعتمدها في اعلاناتك؟ حد محتاج يعمل مبيعات، طب انت عشان تعمل مبيعات عندك ويب سايت، اه طب احنا كده هنحتاج نعمل كونفرجن، طب انا هشتغل ازاي؟ لا والله انا عشان اشتغل كونفرجن لازم انا يكون عندي طرق معينه. فالموضوع محتاج ان انت تفهم طريقه التفكير بتتبني ازاي في الميديا بانك، وبعد كده تشوف بقى القنوات اللي انت ايه تطبق عليها. تمام، طيب ايه تاني؟ محتاج اعرف ابدا كونتنت ازاي واقيس مهاراتي والليفل اللي وصلت ليه ازاي. انت عشان تبدا في الكونتنت، انت لو انت ما بداتش ولسه هتبتدي فدي حاجه كويسه لان انت مش عندك معلومات ملخبطه، لا انت هتبتدي تنسق من الاول فدي حاجه كويسه. الصح ان انت تبتدي تشوف طريقه التعليم بتاعتك اللي انت هتفضلها ايه، هل انت هتجيب اونلاين وتبتدي تتعلم اونلاين، ولا انت بتفهم احسن في الاوفلاين فهتشوف اوفلاين، ولا انا مش بحب الكورسات اصلا انا بذاكر زيرو ستادي. والطريقه اللي انت تقدر تفهم بيها بشكل كويس ومناسبه مع وقتك وشغلك والبادجت بتاعتك دي اولا. ثانيا تبتدي تشوف كذا اوت لاين، يعني مثلا محمود لما هاخد عنده الكونتنت، لا محمود بيدي بطريقه المينيتور والتوبيك بتاعته كذا، طب مش عارف مين بيدي بطريقه معينه والتوبيك بتاعته كذا، وابتدي اشوف ويودمي عليها كذا،
ومش اي، وابتدي اجمع المجال نفسه متطلب ايه دي، او التعليم فيه ماشي ازاي. بعد كده اشوف الناس اللي طالبه كونتنت عشان يعينوهم طالبين ايه، يكون بيعرف يعمل ايه، بيفهم ايه الكلام ده كله. لا بيفهم ايه وبيعمل ايه، تبتدي انت تماتش او تشوف السوق محتاج ايه، فعشان كده انت هتتعلم وتبتدي تبني الخريطه بتاعتك وتبتدي تتعلم. وهتقيس مهاراتك ازاي بناء على بعد ما تتعلم الاهداف بتاعت الكونتنت نفسه انت بتحققها ولا لا. ايه الاهداف اللي انا بحطها في الكونتنت؟ الناس محتاجه تعمل اويرنس طبعا، لما هتدرس الموضوع هتبقى فاهمه اكتر. انا عملنا اويرنس، لا انا محتاج اطلع كونتنت بشكل معين بيعبر عن فكره معينه. طب انا اقدر اطلع افكار؟ فتقدر انت ذات نفسك هتلاقي نفسك بتقيس الكواليفايد بتاعتك عامله ازاي. تمام. طيب ايه افضل طرق لتسويق تعليم لغه اجنبيه للمصريين؟ بص، افضل طريق تعليم هقول لك النو هاو بتاعت الموضوع نفسه، وهقول لك بعد كده رايي ايه. الطريقه نفسها ان انت تشوف الكاستمر اللي انت مستهدفه مين اصلا، يعني ان انا اشوف المصريين عشان اعلمهم ده واسع جدا. انا في حد مانجر عايز، وناس وحد ليفل كبير عايز يتعلم، واعرف راجل كبير في السن هو تاجر لا يفقه شيء بس محتاج يتعلم انجليزي عشان يقدر يوسع تجارته بره. عندي ابني في كي جي 1 محتاج اعلمه انجليزي عندي. فالموضوع ان انت مصريين كده ده غلط. تمام. فانت الاول لازم تشوف الاودينس بتوعك ايه، مين اللي انت هتعلمه اصلا عشان تقدر بناء على تفكيره. دي اول نقطة. تاني نقطة، بعد كده تشوف الناس دي معاها بادجت تدفع ولا لا. بعد كده تشوف المنافسين اللي بينافسوك على الناس دي. والله انا عارف اكاديميه بتعلم الاطفال، وانا هدفي ان انا اعلم الاطفال مش هعلم ناس كبيره. تمام. طيب الناس اللي بتعلم الاطفال دي بتبيع بكام، طريقتها عامله ازاي، بيبيعوا على تشانلز ايه، الكلام ده كله. تمام. ده الواي ده. طب الراي انا الشخصي ان الناس او في مصر عشان الانجليش لازم يسمعوك، لو سمعوا ان انت بتتكلم كويس هيتصدموا فيك، ايه ده الراجل ده الاكسنت بتاعته كويس، ده ازاي بيتكلم كده، هاتوا نتعلم منه. ده رأيي في البيهيفير بتاعت المصريين. ممكن تطلع صح ممكن تطلع غلط، لأن الموضوع مبني على يعني على إن أنت تدرس الموضوع. تمام. طيب دي تقريبا كده الأسئلة اللي جت. حد عنده أي سؤال تاني قبل ما نكلوز النهارده؟ مش عارف، خلينا نشوف كده. طيب عموما أنا عندي سؤال بعد كده. إزيك يا إيه؟ الحمد لله. أخبار حضرتك يا مستر؟ كان عندي بس سؤال. أنا شغالة حاليا في شركة دعاية. تمام. فمن ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها عندنا صفحة، الصفحة دي كل اللي بتعملها يعني ان هي في الأول كانت صفحة بس يعني بيحاولوا يعلوا الريتش بتاعها عن طريق كوميك أو تفاعل أو أخبار أو حاجات بسيطة. وحاليا مثلا لو في حد محتاج ينزل اعلان مثلا او مكان كبير او مكان مش معروف محتاج ان هو يتعرف، يعني احنا الريتش بتاع الصفحه عالي جدا، فبننزله الاعلان ده عندنا، يعني بيكون اعلان احنا بنمول ليه الاعلان. تمام. بحيث ان هو يعلي من الريتش بتاعه او بحيث ان هو يجيب فولورز اكتر على الصفحه بتاعته. فانا كنت حابه اعرف يعني ايه الطرق اللي ممكن استخدمها ان انا اتابع مع العميل، او ايه الحاجات اللي ممكن، او يعني محتاجه اعرف ايه الحاجات اللي ممكن اطور بيها من نفسي او من الصفحه دي بحيث اعليها اكتر، لان احنا طبعا برضو ماشيين بطريقه تقليديه شويه او طريقه عاديه، يعني الطريقه العاديه ما فيش اي جديد او ما فيش اي تطوير عليها. تمام. بصي هقول لك على حاجه. المفروض يعني ده خارج الاطار العام في شغل الماركتنج، اللي هو انا معايا تولز. يعني الموضوع كده بينحصر في جزئيه معينه، ان انا معايا تول معينه او مود، انتوا بتحولوا كده، بتحولوا البيج نفسها لمنتج اللي هو او سيرفيس، ان احنا ممكن نعمل لك اعلان عندنا من خلال ايه الصفحه دي عشان نعلي لك الريتش. فده بالنسبه لك سيرفيس. تمام. طب السيرفيس دي عشان تظبطيها تشوفي ايه الكاتيجوريز اللي المفروض انتوا بتوصل في البيج دي بشكل كبير وتقدر توصل، وبناء عليه تحددوا الناس دي تقدروا ان انتوا تتعاملوا معاها وتحطوا بروسيس مع الشغل. يعني مثلا العميل، العملاء اللي جم قبل كده، العملاء اللي جم قبل كده المفروض العملاء دول ايه اللي حصل معاهم والخطوات مشيت ازاي، ومع الوقت على حسب طبيعه الاودينس دول او الناس اللي بيقولك دول هتبتدي تبني سيستم
اللي هيجي احنا الدفع مقدم. ليه؟ لان في ناس جت قبل كده ما بينك بقى وما بين نفسك او السيستم اللي بتبنيه مع التيم بتاعك، الناس اللي جت قبل كده ما دفعتش ديبوزيت، عملنا لهم اعلان هاتوا يا جماعه الفلوس، ما حدش دفع لنا حاجه ولا حد ادانا حاجه، تمام؟ فخلاص فانت محتاجه تجارب اكتر، تمام، وتبني من اللي حصل قبل كده وتبني على اساسها الشغل. طب انا ازاي بقى اتعامل مع الناس دي؟ ده على حسب السيرفيس بتاعتك، على حسب الميزه بتاعتك. انا ممكن كمان من خلال الصفحه ابتدي اعلن ان احنا بنعمل اعلانات، ممكن ننزل كمان بوستز ملهاش علاقه، بوستز ملهاش علاقه بالاعلانات، تبقى بوستز عاديه علشان ايه؟ تعلي معايا الريتش، تكون ليها علاقه بي انا، كوميكس، الحاجات دي، فابتدي تشغل لي الدنيا يوم كده ويوم كده، فاهم؟ فعلى حسب الاودينس اللي عندك ايه. تمام بس تمام 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 شكرا خالص. عفوا. تمام كده، حد عنده سؤال تاني قبل ما نكلوز؟ الو، ازيك يا محمد؟ الله يسلمك، عامل ايه؟ ازيك يا مستر محمود، عامل ايه؟ ربنا يخليك. الله يكرمك. بص، انا مشكلتي انه انا يعني متعدد المهارات، ولكن يعتبر مبتدئ في كل الحاجات اللي ممكن نكون بنتكلم عنها دلوقتي. بدأت بالديجيتال ماركتينج، قطعت شوط فيه، خدت كورسات فري، اشتريت كورسات بفلوس، تمام. بعد كده اتشد للمحتوى اكتر. طبعا انا اصلا بكتب وبكتب شعر وحاجات كده، فلي خلفيه كويس قوي عن موضوع ان انا، زائد ان انا اصلا يعني واقف في مكان بشتغل فيه في البيع وكده، فعندي خلفيه عن البيع كويسه جدا، وعن التفاوض، وعن البيع والسيلز بصفه عامه يعني. تمام. لكن اللي شايف نفسي قريب ليه قوي اللي هو كتابه المحتوى. انا يعني نظرتي للموضوع ان المحتوى هو التسويق كله، او هو يعني بيقوم عليه 70% من عمليه البيع او التسويق عموما. ما اعرفش ده صح ولا غلط، بس ده اللي انا شايفه يعني. فكنت عايز اركز في الموضوع. طبعا برضو بدات ان انا اعلم نفسي بنفسي، اشوف كورسات، اشوف حاجات زي كده، لكن لحد دلوقتي مش عارف ازاي اعمل خطه محتوى، او خطه اعمل بلان يعني للمحتوى التسويقي، وفي نفس الوقت مش عارف اختبر انا نفسي واصل لفين، يعني ايه الليفل اللي انا واصل له، او يعني مش عارف اختبر نفسي ازاي. بص يا محمد، هو الموضوع برضو بيعتمد كله على نفس الوي، ان انت تقعد مع نفسك بورقه وقلم ونفس الطريقه، تكتب الحاجات اللي انت بتعرف تعملها، ودي تابعه ليه. انا والله بعرف ابيع كويس، فده جزء تابع للسيلز. انا ممكن ما اشتغلش كونتنت بعد كده، ممكن استخدم مهارتي في الكونتنت ان انا اخدم بيها على السيلز، وابقى انا حد بتاع سيلز بيرفكت جدا، تمام. وممكن العكس، ممكن استخدم مهاراتي في البيع للكونتنت. فعلى حسب انت الكم الانفورميشن اللي عندك بينحصر في اني واي، وفي نفس الوقت انت محتاج تبني ازاي. فانت مبدئيا محتاج تحدد موقعك الاول، انت في الماب بتاعتك فين. والله انا في كل حته جزء، انا مش مكمل حاجه معينه. طب حلو جدا، بالظبط. انا في كل حته جزء، انا هبتدي في ايه، او انا شايف نفسي في ايه، او انا محتاج اوصل ليه. طب انا شايف نفسي في الكونتنت، طيب انت شايف نفسك هناك في الكونتنت. بعد ما هتتعلم الكونتنت، انت مترجم بعد ما تتعلم الكونتنت هتعمل ايه، او هتعمل بيه ايه، او الاوبجكتيف بتاع انا دلوقتي عرفت الكونتنت، بقيت حتى بيرفكت في الكونتنت، طب هعمل ايه، تمام. فانت لازم تحط اوبجكتيف، انا والله هتعلم الكونتنت، بعد كده هوظف، هقدم على شغل في شركات مختلفة عشان اشتغل كونتنت في شركة مثلا ليها علاقة بالعقارات، لو انا عندي باك جراوند سيلز في العقارات، فالناس هتبقى فاهمة ده حد سيلز وبقى بيعرف يكتب كونتنت، فاوريدي عنده باك جراوند كويسة، فيقدر يطلع كونتنت بشكل بيرفكت لان هو كمان دارس كونتنت. فهنا انا قدرت اخدم المواضيع كلها على بعضها. فانت ابتدي حلل نفسك كده، اعمل اناليز نفسك، انا بعرف اعمل 1 2 3 4 5، دي حاجة. حاجة تانية،
مش كل حاجة أنت متعلمها تقدر توظفها في نفس مكانها، في حاجات ممكن تكون سكيلز، خصوصا أنت حد التعبير، في حاجات تبقى سكيلز، يعني ممكن أكون بعرف أتفاوض، تمام؟ فدي سكيلز مكملة مش أساسية، تقدر تساعدني، تول تقدر تساعدني، لو أنا ببيع بيعة السكيلز دي هتقدر تساعدني، لو أنا بكتب كونتنت السكيلز دي هتقدر تساعدني، فأنت ممكن تخدم السكيلز اللي عندك على الجزء اللي انت هتشتغل او الاوبجكتيف بتاعتك. طب انا دلوقتي الكيس بتاعتي انا محتاج اتعلم كونتنت علشان ان شاء الله لما هتعلمه اخر مثلا السنه حد بيرفكت جدا في الكونتنت، فهقدر ان انا اتعين في شركه معينه. خلاص انا هبتدي اوظف الامور بتاعتي وابتدي اشوف الجانبين اللي كنا بنتكلم عليهم، السوق محتاج ايه من بتاع الكونتنت، وايه اللي انا اقدر اتعلمه وازاي، والتايم لاين بتاعه علشان اقدر ايه ان انا اوصل للاوبجكتيف بتاعي. فانت طلع الحاجات اللي انت بتعرف تعملها، اعمل لها تايم لاين وابنيها في الماب بتاعتك وابتدي تشتغل على هذا الاساس. تمام. طيب ايه اللي ممكن تنصحني بيه ان انا اطور نفسي بيه في الكونتنت عموما؟ يعني في طرق متبعه؟ طب ازاي اصلا اعمل البلان، او في كتب معينه بتتكلم عن البلان او كده ممكن تنصحني بيها؟ بص، هو لو في كتب بتتكلم عن ايه، عن البلان نفسها ولا عن الكونتنت؟ هو اللي انا فاهمه دلوقتي انه حتى الناس البروفيشنال في الكونتنت بيتكلموا ان الف ب كونتنت هي البلان اللي هنعمل عليها الشغل، او اللي هي هنكتب عليها وهنقدم المحتوى ده بيها. فازاي بقى ان انا اعرف ايه الاسس او ايه البلان اللي هعمل بها الكونتنت ده عشان ابدا اتدرب بيها مع نفسي؟ بص، هو الموضوع مش بيمشي كده، هو الموضوع بيمشي ان انا دلوقتي في ماركتنج، او على حسب كمان الـ على حسب الشركه اللي انت فيها او المنتج او الاندستري اللي انت فيها. في شركات بتبقى عندها حد او بتشتغل بالطريقه دي بالاستراكشر ده، عندها حد بتاع ماركتنج مش ديجيتال، وبتاع الماركتنج ده بيدي البلان بتاعته لبتاع الديجيتال، فبتاع الديجيتال عنده ناس بتوع كونتنت، فيقول لهم دي البلان بتاعت الايه السنه السنه دي كايه كخطه انتاج وايه كتسويق، فيبتدي يبني. طب احنا عندنا منتج جديد طالع في شهر 6، فاحنا هنحتاج في شهر 5 نبني كونتنت اويرنس عن المنتج الجديد. في ناس بتشتغل كده، في ناس تانية ما بتشتغلش كده، في ناس تانية بتشتغل ان احنا نيجي اول كل شهر على حسب البلان بتاعتنا احنا محتاجين نعمل ايه. والله احنا محتاجين الشهر ده نعمل اويرنس، نعمل على تاخد البريف بشكل سريع وتبني على اساسها الكونتنت. في ناس ما بتعملش كده خالص، بتيجي كل يوم تكتب الكونتنت بتاعها. دي طبعا طريقه غلط، بس دي طريقه شائعه. فعلى حسب الكيسز نفسها، انت الافضل لك ما تدخلش نفسك في اسئله تدخلك في متاهات. انت اللي انت المفروض تعمله ايه، تبتدي تحدد، سيبك بقى التفاصيل بتاعت الكونتنت جوه ايه، انت بتعرف تعمل ايه وبناء عليه الاوبجكتيف بتاعتك ايه. او انا المفروض اتعلم كونتنت، خلاص يبقى انا هاخد الواي بتاع الكونتنت اوفرول من اي تو زي. فانا وانا شغال هبتدي اكون فاهم كل حاجه في الكونتنت، وهلاقي اجابات اللي انا بدور عليها اصلا لو انا اشتغلت في المجال ده. ممكن بعد ما تبني البلان بتاعتك تقول لا انا مش هشتغل كونتنت، انا هخدم الكونتنت ده لحاجه تانيه، فاهم؟ فالموضوع معتمد اذا كيسز، مش ستاندر، مش حاجه ثابته، فاهمني؟ ايوه تمام تمام بس خلاص تمام. بشكرك جدا. عفوا، ربنا يخليك. تمام. خلاص كده تقريبا اليوم النهارده تمام. يعني شكرا لكل الناس اللي حضرت النهارده، واحنا علشان برضو الناس تبقى عارفه احنا بنتقابل كل يوم جمعه الساعه 9 على الجروب بتاع ماركتنج كوميونيتي، بينزل اللينك، وعلى حسب الموضوع اللي بينزل عليه فوت وبنتناقش فيه، على حسب الموضوع اللي بنتكلم فيه، على حسب أسئلة الناس. محمود، ممكن أسأل سؤال؟ أكيد. ازيك ياسمين، عاملة ايه؟ ميرسي، الله يعزك، الحمد لله بخير. هو حضرتك أثناء ما أنت بتتكلم كنت أنا فاتحة كذا تاب. أنا حاليا مهتمة في البي آر بوجه عام، تمام، وحاليا في وظيفة كده. تمام. بخصوص البروجكت اللي لو حضرتك فاكره اللي انا اتكلمت مع حضرتك قبل كده عليه، اللي هي قالت لي دي شركة ستارت اب وهيبقى اللود عليك كبير، لو فاكر. لا بصراحة مش فاكر، فممكن تفكريني او تمام. بص، هي شركة
مشروع عامل زي امازون مثلا او زي جوميا، وبتواصل مع البراندات ومع الانفلونسرز وبعمل معاهم مع تعاقدات وبخلص يعني وبس. تمام. حلو. معلش صوتي كده لان انا حاسه ان انا نايمه على لا لا نفسي، لا تمام، معاك. هو جو الشتا كده دلوقتي. فالحمد لله انا ماشيه في الشغل كويس، وبحاول اتواصل مع كذا حد على لينكد ان عشان افهم اعمل ايه كمان بشكل عملي، بما اني ما لقيتش ليا حد مونيتور فوق من الشركه، تمام، كويس. والمانجر الله يقويه يعني عليه ضغوطات كتير قوي، فانا بحاول اتواصل مع كذا حد تمام، واظبط الدنيا يعني، كويس. والحمد لله وصلت لحاجه كويسه قوي. تمام، بس حاليا انا بحب ادرس، مش حابه امشي كده وخلاص. حلو. فاثناء ما احنا بنتكلم، اثناء ما حضرتك يعني بتشرح، قدرت ان انا اجيب دلوقتي مجموعة كورسات على لينكد ان تمام، كويس. وعلى عن البي ار كلها وكل تمام حاجة خاصة بيها. تمام فحابة بقى بس اتابع مع حد مش اكتر من كده، لان طب انا لو مشيت كده مع نفسي. ابعتي لي على الميل يا ياسمين، اوكي ابعتي لي الحاجات على الميل ونتابع سوا على الميل، مفيش مشكلة. وأي حد عنده أي حاجة بيتابع معايا على الميل، يعني سواء الناس اللي هنا سامعة أو الناس اللي هتسمع بعد كده، أو أي حاجة، حد في حاجة بنتابع على الميل، وأنا برد على الميل دايركت. يعني الحاجات بتاعت السوشيال ميديا في تيم بيرد عليه، انما الميل انا برد عليه دايركت. فلو في اي حاجه ابعتي لي على الميل، وابعتي لي الكيس دي على الميل. وفي نفس الوقت الميل بقى بيبقى ميزه ان انا بقدر ارجع للي قبل كده، فانا هبقى فاهم. يعني لو الموضوع بتاع الستارت اب هبقى انا خلاص انا هو فاهم، عارف، فاكر الكيس دي، لان الميل في كتير، فانا ما بقدرش يعني افتكر كل كمان حاجه. انا منشده قوي بالبي ار يعني، لان انا اصلا سياسه واقتصاد، ودي بصراحه كانت مجالي فانا فاهمه فيها كويس. طب كويس. اه طيب وكمان انتي بعرف اعمل علاقات حلوه يعني، فالدنيا تمام معايا. كويس جدا. انتي حاولي تبني يعني تظبطي الميل، تبعتي لي ميل وتحاولي تحطي لي فيه الحاجات اللي انت عايزاها بالظبط، وتحطي الانفورميشن الحاجات اللي انا لو في حاجه يعني مثلا عايز انا ابص لك على حاجه معينه، وانا اقول لك اه ده افضل من ده، او ده احسن من ده، او اسالي على كذا او كده، يعني نتابع سوا ان شاء اوكي الله. هو في على لينكد ان مجموعة كورسات على تحت حاجة معينة تحت become a public relations specialist، دول 10 كورسات بلس واحد تاني بالعربي على رواق. هبعت لحضرتك اللينكين وقولي ابدأ بايه وامشي ايه جنب ايه، بلس ان انا حابة اقرأ كتب جنبيهم. خلاص تمام، مفيش مشكلة، بس الكتب بصراحة انا مش عارفة هي ايه، فممكن بقى تساعدني فيها عادي. مثلا. موضوع الكتب ده كده كده بننزل الكتب، فلو كده برضو ممكن اقول لك ايه الكتب وتجيبيها منين كمان، مفيش مشكلة. اوكي تمام، هيكون عندك الايميل حالا، تمام بحيث ان انا ان شاء الله هبتدي في البلان دي النهارده، لان انا حابه اخلص الكورس بتاع العربي ده النهارده. تمام انت معاكي الميل بتاعي صح؟ والله مش فاكره بس هشوفه حالا. هو هتلاقيه اكيد، يعني ما لقيتهوش بص انا هكتبه برضو هنا عشان الناس كلها تبقى لو اي حد في نفس الوقت خديه. تمام ثانية كده. تمام ده الميل، ابعت عليه واي حد يبعت عليه مفيش اي مشكلة. ايه تمام. تمام خلاص اوكي. إيه هيكون عندك حالا، لو حضرتك دلوقتي يعني متاح ان انت ترد هتلاقيه عندك. تمام وانتي بعتيه، وانا كده كده يعني باخد وقت كده في اليوم ارد على الميلز كلها، مفيش مشكلة. الله يقويك. تمام تمام ماشي يا ميرسي ياسمين، جدا، ميرسي على المحاضرة الحلوة دي، الله يعزك يا رب. ربنا يوفقك. تمام اوكي خلاص. لو في حد عنده سؤال تاني يبقى يبعت لي على الميل، او يبقى يبعت لي في اي وقت، وربنا يوفقكم جميعا، واشوفكم ان شاء الله يوم الجمعة الجاي. تصبحوا على خير. ترجمة